ان شاء الله، وهتبقى الاسبوع ده هنمشي على البليدنج ان ايرلي بريجنسي. بليدنج ان ايرلي بريجنسي هو ايه؟ هو الايرلي وايه هو الليت؟ حد يعرف لما اقول بليدنج ان ايرلي بريجنسي يعني قصدي بليدنج امتى؟ ولو قلنا بليدنج ان ليت بريجنسي يعني قصدنا برضو بليدنج امتى؟ يعني امتى اقول ايرلي وامتى اقول ليت؟ فيرست تريمستر. فيرست تريمستر ده ايه؟ ايرلي. طيب وليت؟ ثيرد تريمستر مثلا. ثيرد تريمستر ده ليه؟ طب والسكند؟ نص الاولاني كده ونص الثاني. ايوه يعني ايه اللي حدد لنا او ايه الكات اوف اللي هو فيري سوليد اللي مفيش حد يختلف عليه؟ فيابيليتي. دي كلمه مهمه جدا جدا في الاوبستكس. هتلاقوا في الاوبستكس في كلمتين مهمين للغايه بالنسبه لنا، فيابيليتي وماتوريتي. فيابيليتي وماتوريتي، ايه الفرق بين الفيابيليتي والماتوريتي؟ او امتى بقول البيبي ده فيابل وامتى اقول البيبي ده ماتور؟ يعني ايه فيابيليتي؟ ممكن يعيش لو طلعته بره الرحم، دي مهمه للغايه. ممكن يعيش فيابل يعني اقدر اطلعه بره اليوترس كده ويعيش بره، او الفاسيلتيز اللي موجوده عندنا سواء نيكيو اللي هو نيونيتال اي سي يوز او كده تقدر ان هي تكوب مع بيبي بره. لكن نون فيابل يعني معناها ان البيبي ده انا لو طلعته بره الرحم لا ما ينفعش ان هو يعيش. الفاسيلتيز اللي موجوده عندنا في المكان اللي احنا فيه ما ينفعش ان هي تكوب مع بيبي مش فيابل. فكلمه فيابيليتي ان هي البيبي يقدر يعيش بره الرحم ولا لا. فيابيليتي يعني ذا بوسيبيليتي اوف يعني كوبينج مع الاكسترنال انفايرمنت. كوبينج ازاي؟ في الفاسيلتيز اللي موجوده. فعشان كده فيابيليتي دي مش فيكسد، هي هتختلف من دوله لاخرى كل ما يكون الوسائل والانكيبيترز والكلام ده يعني متقدم، كل ما هيبقى الفيابيليتي دي ايه؟ سنه اقل يعني، والبيبي قليل قوي يعني ممكن 5 شهور 6 شهور ويبقى فيابل. لكن في حتت تانية لو الفاسيلتيز دي مش متقدمة قوي فممكن يبقى البيبي 7 شهور ويبقى بالنسبة لهم مش فيابل. ففيابيليتي ديبندنج على الفاسيلتيز. عشان لو البيبي ده نون فيابل ولقيت الكونديشنز جوه مش حلوة للبيبي هعمل ايه؟ ايه رأيكم؟ يعني افرض ان هي الام دي جاية لي مثلا ديابيتك هايبرتنسف عندها اي مشكلة خلاص؟ والبيبي بعمل له سونار لقيت البيبي ده الفيتال هارت بتاعه مش حلو او البيبي ده ديستريست لكن هو نون فايرال، هتعملوا ايه؟ هضطر اسيبه. هتعملوا له ابورشن يعني هتندوس ترمينيشن اوف بريجننسي؟ لا هضطر اسيبه. هتعملوا ايه؟ هسيبه يعني لحد ما نوصل. هسيب؟ اصل هعمل ايه؟ هحاول اكونترول الميديكال كونديشن بتاعتها على امل البيبي يتحسن. ما تحسنش خلاص لكن انا مش هقدر اعمل له حاجه. طب افرض نفس ذات الام دي جات لك وهي عندها ميديكال بروبلم وانت لقيت البيبي ده ديستريس لكن البيبي ده فيابل يعني بعد الايدج اوف فيابيلتي في المكان اللي انت فيه. هطلعه هولدها. فعشان كده الفرق بين كلمه فيابل يعني بيفور فيابيلتي وافتر فيابيلتي. بيفور فيابيلتي بنسميه ابورشن لكن افتر فيابيلتي بنسميه ليبر. وذر الليبر دي كانت بري تيرم او تيرم. Whether the labor دي كانت free term أو term. يبقى أول terminology مهم جدا في الأوساتريكس لأن هو ده اللي بيحدد لنا المانجمنت بتاعنا، المانجمنت بلانز بتاعتنا. هو بسأل نفسي على طول هو البيبي ده فيابل ولا نون فيابل؟ السؤال الثاني هو ماتيور ولا نون ماتيور؟ هو يعني إيه ماتيور؟ يعني ممكن يعيش لوحده من غير ما يحتاج ايه؟ ممكن يعيش لوحده من غير ما يحتاج انكيوبيترز بالظبط كده، من غير ما يحتاج assisted methods يعني من غير ما يحتاج حاجه. ماتيور اللي هو البيبي ده تقدر تطلعه بره وما يحتاجش انكيبيترز، فبالتالي مش محتاج انك انت تولده في مكان فيه حضانات. فهو ده كلمه ماتيور. فالايدج اوف ماتيوريتي حد يعرف برده كام؟ 36 اسبوع. الايدج اوف ماتيوريتي عندنا برده في مصر 36 اسبوع والايدج اوف فيابيليتي 24 اسبوع. فالماتيوريتي والفيابيليتي دول التو تيرمينولوجيز اللي انت بتسال نفسك هذا السؤال لما تجيلك بحث التحامل على طول. هو البيبي ده فيابل ولا نون فيابل عشان تعرف انا بتعامل مع ام بس ولا ام وبيبي. يعني ايه ام بس؟ ما هو كده كده في بيبي. ايوه بس ده ابورتس. ابورتس يعني انا مش هقدر اعمل له حاجه وميديكال ليجلي ما اقدرش اعمل له حاجه فعلا. يعني ولا ميديكال ولا ليجلي اقدر اعمل له حاجه. ده لو هو بيفور ذا ايدج اوف فيابيليتي. لكن افتر ذا ايدج اوف فيابيليتي لا ده بقى بتعامل مع ام وبيبي فابتدي اوي البنفيت ريسك للام وللبيبي بحيث اوصل للماكسيمم بنفيت للام وفي نفس الوقت برده الماكسيمم بنفيت للبيبي. فهي دي بتبقى الايكويشن اللي بتبقى صعبه بالنسبه لنا اللي هو بتوين الفيابيليتي والماتيوريتي. لما تجي لك واحده عندها ميديكال بروبلم او ميديكال ديس اوردر او عندها اوبستريك بروبلم وهي بتوين الايدج اوف فيابيليتي وماتيوريتي، الام احسن لها انك انت تولدها ولا تستنى؟
تولدها عشان تخلص من الميديكال ديس اوردر الموجود ده during pregnancy، والبيبي يحصل له ايه؟ يستنى عشان ما ينزلش بريماتور. فبتلاقي في كونفليكت، كونفليكت اوف انترست بالنسبه للاثنين. الام احصلها انك انت تولدها، لكن البيبي احصلها انك تستنى. فبتوصل انك انت تحاول تعمل كومبرومايز توصل للاوبتيمم بنفيت للبيبي، لكن ويزاوت ريسكينج الام، لان على طول مادر كام فيرست. لان لو الام وحشه البيبي هيبقى وحش، ما هو لو الام دي ديتيريوريتد البيبي برده هيديتيريوريت، ما هو بياخد منها ثرو البلاسنتا. فعشان كده على طول بنبقى مايندد بالام، لكن في نفس الوقت برده باصين للبيبي. طب انا لو نزلته دلوقتي طب هيحتاج حضانه، طب هعمل له ايه؟ فده مهم جدا كبدايه للابسنتك، لان دي اول محاضره لينا في الابس. فمهم قوي قوي ان هو اي حاجه نبتدي نتكلم فيها تقول لي ايوه هو بايبل ولا مش بايبل، هو ماتيور ولا مش ماتيور. فعشان كده اول حاجه بنسالها لاي واحد ست حامل او نبقى عايزين نعرفها هو ايه الجستيشنال ايج بتاعها. هل الجستيشنال ايج ده قبل 24 اسبوع؟ يبقى ده بنتكلم على ايرلي بريجنسي، او ان البيبي ده ممكن يبقى ابورشن. طيب الجستيشنال ايج فوق 24 اسبوع؟ لا، يبقى بنتكلم على ليبر، وان ده بتعامل مع بيبي بريماتشور او ماتشور. لو هو اقل من 36 اسبوع يبقى بريماتشور، لو اكتر من 36 اسبوع ده بيبقى ماتشور. ماتشور يعني لو ابقى مطمنه خالص، يعني حتى لو ولدتها في مكان ما فيهوش حضانات ما فيش اي مشكله خالص، لان هو البيبي ده ماتشور مش هيحتاج مني اي حاجه اسيستنت. واضح يا دكاتره الفرق بين يعني ايه فيابيليتي ويعني ايه ماتشوريتي، والفرق بين الاثنين والايدج اوف فيابيليتي والايدج اوف ماتشوريتي. طب لما نيجي نقول بقى ان احنا هنبتدي الاسبوع ده هنتكلم على bleeding in early pregnancy. كلمه early يبقى بتعني ايه؟ before viability بالظبط كده. امال bleeding in late pregnancy؟ after viability بالظبط كده. bleeding in early pregnancy يعني before viability، bleeding in late pregnancy يعني after viability. ماشي يا بقى وصلنا للmaturity ولا لا؟ عشان كده دايما هتلاقوا في كل الكومبليكيشن الاوبسيسيف كومبليكيشن والميديكال ديس اوردر كومبليكيشن دايما بنقول ايه، هو البيبي ده فايبل ولا لا، طب ماتشور ولا لا. وديبندنج على الماتوريتي والفايبيليتي انا باخد بلانز اوف مانجمنت. البلان اوف مانجمنت بتاعي بيختلف على حسب هو فايبل ولا لا وماتشور ولا لا. طب اول حاجه في البليدنج ان ايرلي بريجننسي النهارده هنتكلم عليها هو الابورشن. يعني ايه ابورشن؟ يعني لما حد يقول لك كده تيرمينولوجي اوف ابورشن، ان البيبي دايد قبل ما يبقى فايبل. البيبي في اوبشن هنا حد بيقول لنا البيبي دايد افتر بيفور فايبلتي او قبل ما يبقى فايبل. هل الديفينيشن اوف ابورشن ده صح؟ لا. ليه؟ ممكن يبقى ليفنج، ممكن يبقى ليفنج، يعني ممكن يبقى ليفنج او ديد بيفور فايبلتي. يعني طب ايه اللي حصل بقى؟ ما هو البيبي عايز ان هو يبقى ليفنج يبقى ديد بيفور فايبلتي. يبقى ايه بقى الابورشن؟ ايه الديفينيشن اوف ابورشن؟ مين اوقف انا البريجننسي بيفور فايبيليتي ده اسمه ابورشن؟ هل ده الديفينيشن اوف ابورشن؟ امال ايه بقى؟ تيرمينيشن اوف بريجننسي بيفور فايبيليتي، يعني بحيث ان هو ما يقدرش ان هو يكمل. ما كلمه تيرمينيشن اوف بريجننسي بيفور فايبيليتي مش هيقدر يكمل. طب تعالوا نشوف كده احنا ايه انواع الابورشن عشان نشوف هل الديفينيشن دي صح ولا لا. تيرمينيشن اوف بريجننسي بيفور فايبيليتي، خلوا الديفينيشن دي في دماغكم ونشوف كده في تايبس اوف ابورشنز ولا ما فيش. هل في انواع الابورشنز؟ هل سمعتوا عن انواع الابورشن ولا هو كلهم حاجه واحده؟ ها كل الابورشنز حاجه واحده؟ يعني لما تسمعوا واحده ست عندها ابورشن كلهم حاجه واحده؟ يعني كلهم لازم البيبي ينزل ولا ممكن واحده يجي لها ابورشن والبيبي يكمل؟ يجي لها ابورشن ويكمل؟ لا مش يكمل. يبقى كده كلمه ابورشن ميزنومر برضو بالنسبه لنا، لازم نبقى واخدين بالنا. فالاسم الدقيق فعلا. وعلى فكره انا دي اول مره، ف يعني انا كنت دايما بشرح الابورشن ديفينيشن تيرمينيشن بريجننسي بيفور فايبلز، كنت ادي ابلايت على الثريتند ابورشن الاقيها مش ماشيه، لان كلمه ثريتند ابورشن يعني ممكن يكمل ممكن لا. فبلاقي ان هو طب ما الديفينيشن دي مش ماشيه، لان كلمه تيرمينيشن بريجننسي بيفور فايبلز ايوه يعني ثريتند ابورشن ده تايب اوف ابورشن ولا لا؟ هلاقي لا، لان تيرمينيشن بريجننسي او بريجننسي لوس بيفور فايبلتي اتس اوريدي لوس. فكده يبقى threatened abortion اللي هو one of the very important types of abortion مش applying للterminology دي او للdefinition دي. عشان كده فعلا دي اول مرة يعني اروح حاطة هذه الdefinition. انا عارفة انها مش في الكتاب بس انا مقتنعة بيها اكتر. interruption of pregnancy before viability، لان حصل حاجة تinterrupt pregnancy، whether الحاجة دي عملت فعلا interruption لدرجة pregnancy loss او just interruption او alarming sign لكن pregnancy was not lost. interruption of pregnancy before the age of viability يعني حصل لي event كده قبل the age of viability اللي هو هيبقى bleeding، لان احنا bleeding in early pregnancy. حصل event عمل interruption of the pregnancy before the age of viability.
يبقى معنى كده ان انا فعلا عندي تايبس اوف ابورشنز. ايه انواع الابورشنز او ممكن تتخيلوا ايه بيفور فايبلتي اللي ممكن يحصل؟ قلتوا لي ممكن البيبي يبقى ليفنج. طب امال الانتربشن ده هيحصل ان فورم اوف وات؟ سبوتينج او بليدنج، لان هو ده الالارمينج ساين. حتى عشان كده لما نيجي نتكلم على الوارنينج سيمتومز اند ساينز دي بريجننسي، في الايرلي بريجننسي بنقول بليدنج او سبوتينج خلاص، وممكن اكسسيف نوزيا او فوميتنج او كلام من ده. فاول حاجه انه ممكن يحصل لها بليدنج. والبيبي عايش ولا ميت؟ عايش او ميت؟ عايش او ميت. طيب نيجي نشوف التايبس اوف ابورشنز دول ونفرق ما بينهم. انا كاتبه على البورد threatened abortion. يعني ايه threatened؟ مهدد، يعني مهدد انه يحصل له ابورشن. يعني هذا الانتربشن ممكن 50% يكمل او 50% يابورت خلاص، فمهدد. threatened abortion يعني ممكن يكمل وممكن لا. طيب inevitable abortion يعني inevitable؟ حتمي، هيحصل لازم هتابورت، ملهاش حل، لازم هتابورت، ملهاش اي حل تاني، يعني مش ممكن تكمل 100% هتابورت، ان الاول pregnancy ده هيبقى لاست. ده inevitable abortion. طب incomplete مش كامل يعني ايه؟ في رمنس، يعني بالظبط، يعني البيبي نزل لكن الرمنس، لان دايما البيبي بينزل الاول سواء في ولاده او في ابورشن. يعني البيبي نزل اللي هو البيبي نفسه نزل لكن البلاسنتا الممبرنز لسه موجوده، فده الانكمبليت ابورشن. يعني نزل حاجات، نزل البيبي ولسه الاكسترا امبريونيك تيشو موجود، الامبريو هو اللي نزل لكن الاكسترا امبريونيك هو اللي موجود، ده الانكمبليت. طب امال كومبليت ابورشن؟ كل حاجه نزل كومبليت ابورت، ابورشن از كومبليت، كل حاجه نزل، البيبي بالاكسترا امبريونيك تيشو كله نزل، كله نزل، ده كومبليت ابورشن. مست ابورشن يعني دايت جوه بس لسه ما نزلش. لازم يبقى دايت، لازم البيبي ده يبقى دايت، دايت جوه بس لسه ما نزلش. حتى بنقول عليه اجهاض مركون، يعني ان هو اتركن جوه مات، لان هو لو ليفنج خلاص يبقى ما فيهوش اي مشكله خالص. هو مست ابورشن يعني البيبي دايت، لازم يبقى بيبي دايت بس لسه موجود جوه، ما ابتدش ينزل منه اي حاجه. فده بالنسبة للمست ابورشن. طب سبتك ابورشن ايه رأيكم؟ ابورشن وفي انفكشن؟ لا ابورشن وعمل انفكشن. يعني ايه اللي نزل ولا ما فيش حاجة نزلت ولا هو البيترس فاضي؟ ايه رأيكم؟ بالظبط كده، هي غالبا الاكسبتيك ابورشن ده بيبقى فيه رامنس، وهي دي حصل انطفو بيت انفكشن، لان مش ممكن يبقى البيبي ليفنج وحصل فوقيه سبسس. يعني ما يعني فهو السبسس ده افتر يعني سيرتن ايفاكويشن للبيبي، فبالتالي غالبا الاكسبتيك ابورشن ده بيجي انطفو بيت انكمبليت ابورشن او وجود رامنس موجوده. فممكن يحصل فوق اي تايب، يعني ممكن يحصل فوق المست ابورشن، بس هنعرف ان الكومبليكيشن بتاعت المست ابورشن مش سبسس الا بقى لو حصل ان الميه نزلت بتاع، لكن مش الكومبليكيشن بتاعت المست ابورشن هي سبسس، ممكن تبقى حاجه ثانيه اسمها دي اي سي هنتكلم عليها على طول دلوقتي. فيبقى كده التايبس بتاعتنا بتاعت الابورشن اللي نعرفها، يا اما ثريتند ابورشن يا اما انيفيتابل ابورشن، وانا كاتباهم قصده بالترتيب ده لانه ممكن كل واحده من دول تؤدي للثانيه. يعني ممكن الثريتند يقلب انيفيتابل، الانيفيتابل ممكن يقلب لانكمبليت، الكمبليت يقلب لكمبليت، لكن المست عامه بيبتدي مست. المست عامه البيبي بيداي جوه، مش هيبقى ثريتند وبعدين يبقى مست، هيبقى ثريتند وبعدين الكونتراكشنز هتزيد، الدم هيزيد، فبالتالي يتقلب يعني يكمل الثريتند ده يكمل نورمال بريجننسي عادي، يا اما يقلب لانيفيتابل وبعدين انكمبليت، وده السيكونس الطبيعي للابورشن اللي هو ثريتند، يا اما يكمل بريجننسي عادي يبقى نورمال بريجننسي، يا اما يبقى انيفيتابل ابورشن. وبعدين انيفيتابل ده هينزل، لازم هينزل البيبي، ينزل البيبي الاول بعدين تبدا رامنس، يبقى اسمه انكمبليت ابورشن، لحد ما الرامنس تنزل يبقى اسمه كومبليت ابورشن. المست ابورشن يعني البيبي ده من الاول خالص، والسبتيك ابورشن ده انفكشن اون توب اوف اني كايند من دول، وطبعا موستلي بيبقى فوق الانكمبليت ابورشن. يبقى الثريتند ابورشن شكل الست ايه؟ يعني لو قلت لكم واحد ست دي جايه لي بثريتند ابورشن، فانت على طول يجي في مخك ان ايه الشكل العام بتاع الست؟ مالنرش. ليه؟ ليه انيميا؟ هو الابورشن ما يجيش غير لوحده انيميك؟ يعني هل طب معلش بس عشان ايه في حاجات misconceptions كده لازم تبقى واضحه، هل الابورشن ما يجيش غير لوحده عندها medical problem during pregnancy؟ لا طب very completely healthy، لان الابورشن ده is an obstetric complication وليس medical complication. It's not a medical complication. فبالتالي مش لازم خالص يجي الواحدة عندها medical disorders، بالعكس ده هو بيجي للستات العادية، لأنه it is not a medical complication it is an obstetric complication.
طيب تاني يبقى شكل الست دي عامل ايه؟ سبوتنج. ها؟ سبوتنج. يعني جايه بسبوتنج، جايه ببليدنج بس، لكن هي هل هتبقى شفط؟ لا مش الدرجه دي. لا ليه؟ هو الاماونت اوف بليدنج في الثريتند ابورشن هتتخيله تبقى ايه؟ تبقى ماين، لان احنا بنقول ممكن يكمل ممكن لا لو هو سيفير وكده. طب هو البليدنج اصلا بيجي منين؟ يعني ليه بيحصل بليدنج؟ كونتراكشن في اليوترس تعمل بارشل سيباريشن للجستيشن ساك او البلاسينتا لو كانت فول، كويس؟ من كده اللي بيحصل لنا بليدنج، فلازم يبقى في كونتراكشن. لو الكونتراكشن دي سيفير يبقى هيجي لنا سيفير بليدنج، لو الكونتراكشن دي مايلد يبقى هيجي لنا مايلد بليدنج. فهو لازم يبقى في اريتيشن لليوترس بحيث يبقى في شويه كونتراكشن في اليوترس هي اللي هتعمل لنا بليدنج. طب الثريتند ابورشن احنا بنقول ان هي ممكن تكمل وممكن لا، فبالتالي منطقي ان البليدنج والبينز دول يبقوا ايه؟ مايلد. يبقى فيري مايلد، فيري مايلد، لان هي ممكن تكمل، فبالتالي المايلد ده هيوقف او المايلد ده هيقلب سيفير. فالمايلد ده لو وقف هي تكمل برجنسي عادي. طب لو المايلد بليدنج ام مايلد بين ده قلب بين سيفير هيبقى ايه؟ هيحصل ايه في السيرفيس؟ هو السيرفيس بتاع ثريتند ابورشن هيبقى كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد. لازم كلوزد، لازم كلوزد، لان مفيش واحده تكمل حمل وهو السيرفيس بتاعها اوبن. فهو سولنج قلنا ممكن تكمل، يبقى لازم الثريتند ابورشن ده يبقى كلوزد سيرفيس. يبقى الثريتند ابورشن شكل الست نورمال، يعني مش يعني فيهاش جنرالي، مش هيبقى فيها مشكله ولا شك ولا انيميا ولا اي حاجه، لان بليدنج ده مايلد. كلينيكال بيكتشر بتاعتها او السيمبتومز بتاعتها هتيجي تشتكي من مايلد بليدنج ومايلد بين. لو جيت انا اعمل لها اكزامينشن هلاقي ان هو السيرفكس بتاعها كلوزد ولا اوبن؟ هلاقي السيرفكس بتاعها كلوزد، وهلاقي البليدنج ده مايلد بليدنج. طب الجستيشنال ايج او الفاندل ليفل او اليوترس يوتراين سايز بتاعها هيبقى ايكوال للبيريد او امينوريه بتاعتها ولا اقل ولا اكتر؟ يعني هل انت لو جيت مثلا هي حامل، هي بتقول لك ان هي حامل 10 اسابيع، وهي دلوقتي انت دايجنوز هير از ثريتند ابورشن، فهيبقى اليوترس بتاعها حجم وحجم يوترس 10 اسابيع حمل ولا اقل من كده ولا اكتر من كده؟ مين بيقول اقل؟ ومين بيقول اكتر؟ ايكوال. ومين بيقولوا ايكوال؟ اللي قال اقل قال ليه؟ في بيبي نزل؟ بيبي نورمال اصلا. في ايه؟ هو بيحصل له ابورشن؟ ما هو دي بقى يعني في كل لحظه بتقول ده، مش هو هيحصل له، هو هيحصل له ابورشن؟ هو ثريتند مفيش حاجه وممكن لا، فبالتالي هيبقى السايز بتاع اليوترس ايه؟ نورمال ايكوال. طبعا ايكوال. هو ايه اللي نزل عشان يبقى السايز يقل؟ ما هو لازم حاجه تنزل او هو يموت عشان السايز يقل. ما هو يموت يبقى هو ما فيهوش جراث للبيبي، فبالتالي تبقى هي اساسا حامل 12 اسبوع، بتقول لك 12 اسبوع، وهو وقف نموه عند 10 اسابيع، فبتلاقي ان اليوترس حجمه 10 اسابيع. ففي المست طبعا هيبقى اقل لان هو توقف نموه عند وقت معين. طب في الانكمبليت عيل نزل ولسه فاضل بلاسانتا، فديفينتلي السايز بتاع اليوترس هيبقى اقل. لكن الثريتند ابورشن عيل ليفينج وكويس والبلاسانتا جوه وهو البيبي نفسه جوه، ولو في التاون الامنيوتيك فلويد هيبقى كله جوه، ما فيش اي حاجه نزلت، لان احنا بنقول يا يكمل يا لا. امال هو في بس شويه اريتيشن لليوترس ومايلد سبوتنج، ايوه ده هيقلل لي سايز اوف ذا يوترس؟ لا لا ولا يقلل ولا اي حاجه خالص. فهنا لو جينا نتكلم على الثريتند ابورشن كلينيكال بيكتشر ايه سيمبتومز، هتجي لنا بمايلد بليدنج ومايلد بين، لان بليدنج بيمشي مع البين. مايلد بليدنج مايلد بين، سيفير بليدنج سيفير بين، جنرالي ما فيهاش اي حاجه خالص، مش المفروض الا لو عندها اسوشيتد حاجه. احنا بنتكلم على واحده ست ما عندهاش غير بليدنج اولي بريجننسي ديو تو ابورشن، يبقى جنرالي ما فيهاش حاجه. الابدومين لو جيت اشوف الابدومينال فاندل ليفل والسايز يوتراين سايز هيبقى ايكوال للبيريد اوف امنوريا. لو جيت اعمل لوكال اكزامينشن اللي هو بي في اكزامينشن، لان السايز بتاعتها بتبقى جنرال وابدومينال ولوكال بي في، لو جيت اعمل بي في اكزامينشن هلاقي السيرفكس ده كلوزد، لان الست دي ثريتند ابورشن لسه، ولا بقت انفيتابل ولا انكمبليت ولا اي حاجه خالص. يبقى ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعك. طب امال الانفيتابل يختلف ايه عن الثريتند؟ ان في حاجه تخليه مش مسموح له يكمل. يعني شوف الكلينيكال بيكتشر الاول، هل الكلينيكال بيكتشر هي نفسها مايد سبوتنج مايد بليدنج؟ امال سيفير بليدنج وهيبقى سيفير فين؟ طب الكونتراكشنز فيري سيفير، فبالتالي سيبريشن اوف بلاسنتا او سيبريشن اوف جستيشن ساك وكده سيفير، فبالتالي سيفير بليدنج. فهي عندها سيفير بليدنج وسيفير بين، دي الانفيتابل ابورشن. طب لو جيت اعمل لها ساينز بقى واعمل لها اكزامينشن جنرال اكزامينشن، ممكن تبقى سيفير بليدنج ده، فممكن قوي الاقي فيها تاكيكارديك وهايبوتنسيف وكده، فممكن الاقيها شفت من السيفير بليدنج اللي موجود ده جنرال. طب ابدومنال هيبقى نفسه، هو لسه ما نزلش، هو في حاجه نزلت؟ لا هو لسه ما نزلش، فهلاقيه ايكوال للبيريد اوف امينوريا. طب امال البي في اكزامينشن سيرفيس لازم والا ما اقولش عليه انوفيتيف. كلمه انوفيتيف يبقى السيرفيس مفتوحه.
لانه حتمي لازم هتسقط، يبقى لازم السيرفكس يبقى مفتوح، ما ينفعش يبقى السيرفكس كلوزد واقول عليها انفيتابل. انفيتابل منين؟ حتى لو جات لي بمودريت او سيفير بليدنج والسيرفكس كلوزد هقول عليها ايه؟ جايه لك بسيفير بليدنج، بقول اهو الست جايه بسيفير بليدنج وسيفير بين وبتفحصها لقيت السيرفكس بتاعها كلوزد، هتقول عليها ايه؟ ثريتند. يبقى فعلا الفالسل ما بين ان هو يبقى حتمي او ثريتند هو السيرفكس ده اوبن ولا كلوزد. فعلا الفايسل انك انت عشان المانجمنت هيختلف، ما لو المانجمنت واحد مش مهم غيره، لكن ديفينتلي المانجمنت هيختلف. واحده لازم هتسقط، ليه لازم هتسقط؟ لان السيرفيس خلاص ابتدى يفتح، فطالما السيرفيس اوبن انت مفيش وسيله تخليك تقفل السيرفيس، لان ده فيزيولوجيكال دايلاتيشن للسيرفيس ديبندنج على اليوتراين كونتراكشنز اللي هي ات تايم انت ما تقدرش انك انت توقفها. فيبقى كده الانيفيتابل الديسكريميشن ما بين انيفيتابل وثريتن مش الاماونت اوف بليدنج. هو المفروض ان الاماونت اوف بليدنج بتبقى ماشيه، لان كل ما يبقى الكونتراكشن سيفير دي هتعمل لك دايلاتيشن للسيرفكس، لكن لو الكونتراكشنز مايل مش هتعمل دايلاتيشن للسيرفكس. لكن ممكن انت تشوف الست وهي لسه الكونتراكشن والبليدنج سيفير بس لسه السيرفكس كلوز، هتعالجها ايه؟ على ثريتن ولا على انيفيتابل؟ هتعالجها كثريتن، هتعالجها كثريتن اللي هو تحاول تدي لها بروجستير وانت سبورت تريلاكس كده، هتعالجها كثريتن سو لونج ان لسه السيرفكس كلوز. فالديسكريميناتوري ما بين الانيفيتابل والثريتن هو السيرفكس، انك انت بتفحص السيرفكس تشوف هل هو كلوزد ولا. يبقى ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر سيمتومز وساينز بتاع الثريتن والانيفيتابل. في سؤال في دول يا دكاتره؟ طب الانكمبليت ايه بقى؟ خلاص بالفعل هو نازل البيبي بس لسه في يبقى هي كانت جايه او يعني حصل لها ان هو سيفير بين وسيفير بليدنج، كانت انيفيتابل ات تايم، ولازم كانت انيفيتابل ات تايم، نزل البيبي لكن لسه بقيه الحاجات ما نزلتش، لسه بقيه الحاجات ما نزلتش. ممكن تجي لك بمايلد مودريت سيفير بليدنج الانكمبليت، كويس، مايلد مودريت سيفير بين برده. بس ايه هنا وانت بتعملها اكزامينشن هتلاقي السيرفكس ماله؟ لازم يبقى اوبن، لان عمر ما السيرفكس هيرجع يقفل غير لما يبقى كومبليت ابورشن. يعني السيرفكس وهي ثريتند ابورشن هيبقى مقفول. السيرفكس لما ينزل كل البيبي بالحاجات بتاعته الاكسامبريونيك تيشو ويبقى امتي يوترس هيرجع يقفل تاني، زي في الليبر هو مش بيرجع يقفل تاني السيرفكس غير لما كل البيبي بالبلاسانتا بكل حاجه تنزل. لكن سو لونج ان لسه عندنا راندنس جوه هيفضل يبقى في كونتراكشن في اليوترس وهيفضل السيرفكس دايليتد لحد ما كل الكونتنتس تنزل، ساعتها السيرفكس هيقفل. فده بالنسبه للانكمبليت. طب جنرالي هتجي لك شكلها ايه بتاعه الانكمبليت؟ ممكن تبقى شق، طبعا ممكن تبقى شق لو هو حصل لها سيفير بليدنج كده، ممكن ان هي تبقى شق. طب الابدان الاكزامينشن سايز بتاع اليوترس هيبقى اكبره ايه؟ اقل من البيريد اوف امينوريا، لان في بيبي نزل لكن رامنس لسه موجوده، فهيبقى اقل من البيريد اوف امينوريا، فهيبقى هنا ممكن الانكمبليت ممكن تبقى شق او لا. الابدان الاكزامينشن لازم هتبقى اقل من البيريد اوف امينوريا لان هي انكمبليت، في بيبي نزل لكن رامنس لسه موجوده، والسيرفكس لازم يبقى اوبن، لازم يبقى اوبن. دول ما فيهمش خلاف، يعني الثريتند لازم السيرفكس يبقى كلوز، الانيفيتابل لازم السيرفكس يبقى اوبن. طب امال الفرق عن الانكمبليت ايه؟ الانيفيتابل ان البيبي كله لسه موجود، البيبي كله لسه موجود في الانيفيتابل، لكن لو نزل البيبي وفضل رامنس يبقى هقول عليه انكمبليت ابورش، وهنعرف ليه بنفرق بينهم. الاثنين هيابورتوا بس دي هعمل لها ايه ودي هعمل لها ايه، ده اللي هيختلف دلوقتي. الكمبليت بقى لا، ده هتلاقي ان هو جنرالي هي اكبرها ايه؟ مفيهاش حاجه خالص، هتديك هيستوري اوف جالي كونتراكشن وجالي بليدنج وبتاع ونزل عليا حته معرفش ايه كده، وبعدين بعد كده الدم وقف والبينز وقفت وكل حاجه. تيجي انت تعمل لها اكزامينشن في جنرال اكزامينشن هتلاقي حاجه؟ مش هلاقي حاجه. طب ابدومنال اليوترس هيبقى السايز بتاعه ايه؟ نورمال جاينيكولوجي يوترس، يعني هيبقى ما هو فاضي، ما هو ما فيهوش حاجه خلاص. طب البي في اكزامينشن سيرفيس كلوز بالظبط كده، لان خلاص كل حاجه نزلت، فبالتالي السيرفكس رجع قفل تاني. فده بالنسبه للكومبليت ابورشن هيبقى نورمال سايز يوترس اللي هو بتاع الجاينيكولوجي يوترس عادي، والسيرفكس هيبقى كلوز. طب المست ابورشن ايه بقى؟ ايه المست ابورشن؟ هتيجي تشتكي من ايه السر؟ بس هو البيبي في الفيرست تريمستر بيتحرك، بيبتدي الكويكنينج او الفيرست بيرسبشن اوف فيتال موفمنت، فيرست بيرسبشن اوف فيتال موفمنت دول عليها كويكنينج. حد يعرف الكويكنينج بيبتدي امتى او الفيرست بيرسبشن اوف فيتال موفمنت بيبتدي البيبي يتحرك امتى؟ عند الشهر الرابع او الخامس على حسب هي برايمي ولا مالتي. مين اللي هتحس الاول، البرايمي ولا المالتي؟ برايمي. مين بيقول مين اللي هتحس الاول؟ مين بيقول البرايمي هتحس حركه البيبي الاول؟ مين بيقول المالتي هتحس حركه البيبي الاول؟ طب اللي قالوا برايمي هتحس حركه البيبي الاول ليه؟ اليوترس اصغر فهتحس بيه بدري ممكن.
اليوترس اصغر فهتحس بيه. هو نفس العيل على فكره مش كده ولا ايه؟ المالتي ده المالتي متعوده عارفه يعني ايه حركه بيبي. هو لا حسيتي حركه البيبي يا مدام؟ هو حركه البيبي دي شكلها ايه؟ هي لسه مش عارفه على بال ما تبتدي بيرسبشن اوف فيتال موفمنت ده هياخد وقت. لكن المالتي دي عارفه يعني ايه حركه بيبي. هتقول لها حسيتي بحركه البيبي؟ لا لسه ما اتحركش. ما هي عارفه مش كده ولا ايه؟ فديفنتلي المالتي هتحس بحركه البيبي الاول. ده طبيعي ده منطق يعني، لان انت لما تكون اكسبيرينسينج حاجه عارف يعني ايه فارما هتقول لهم ما تخشوش يعني مش كده ولا ايه؟ لكن ما تعرفش يعني ايه فارما ولا تعرف يعني ايه مش كده ولا ايه؟ اللي عارف الحاجه هو اللي هيبرسيف الاول، لكن اللي مش عارف هو ده اللي ممكن يتاخر. فبالتالي البرسبشن اوف فيتال موفمنت هتبقى عند 4 أو 5 شهور، عند المالتي هتبقى غالبا عند 4 شهور أو 16 أسبوع، عند البرايمي هتبقى عند 20 أسبوع أو عند 5 شهور. طب هنا هتجي لك فيلير اوف بيرسبشن اوف فيتال موفمنت. ده لو كان البيبي بقى احنا بنتكلم في السكند تريمستر ومات بقى عند 16 اسبوع او 20 اسبوع، ما هم كل دول بيفور ذا ايج اوف فايبرتي، فهقول عليه برضو ابورشن. بس لازم يكون البيبي ابتدى يتحرك، وبعدين تيجي تقول لك بقى بس انا كان البيبي بيتحرك وانا دلوقتي مش حاسه بحركه البيبي. بس ده هيبقى مس ابورشن عند 16 اسبوع او عند 20 اسبوع او حاجه زي كده. طب في الاول خالص لو هو مثلا 10 اسابيع او 6 اسابيع او 8 اسابيع هتيجي تشتكي من ايه؟ ابنورمال ديشارج في صوره ايه؟ هو هيبقى فيه بليدنج؟ لا لسه ما فيش فين وما فيش سيباريشن، ده مركون دايرته يسيباريت. ما احنا هدفنا طالما ان هو ده ان هو يسيباريت وينزل، فبالتالي ما فيش بليدنج. ممكن يبقى فيه شويه براونش ديشارج لكن ما عندهاش لسه بليدنج، لسه ما فيش بليدنج. لو كان ابتدى سيباريشن هو اللي كان يبقى عندها بليدنج ويبقى عندها فين. فهي هتجي لنا بنورمال انتي نيتال كير جايه عادي. فممكن تكون حتى انت لسه عامل لها سونار وكانت البيبي ليفينج، وبعدين تعمل لها سونار دلوقتي تلاقي البيبي ما فيهوش فيتال هارت بالسيشن، يبقى البيبي ده. فبالتالي كلينيكال بيكتشر هي سيمتومز ممكن ما تبقاش، ممكن تبقى اسيمتوماتيك وديسكفرد اكسيدنتلي ديورينج روتين انتي نيتال كير. طب الساينز لما جنرال اكزامينشن بتاعها مش حاجه، هل المس ابورشن ده برضه مس كونسبشن شائع للغايه؟ هل الانترايوترين فيتال ده اللي هو يعني death of the baby after the age of viability بنقول عليه intrauterine fetal death، او المست ابورشن اللي هو death of the baby before the age of viability بنقول عليه مست ابورشن؟ الاثنين ميتين بس قبل ال age of viability هقول عليه ابورشن لانه it's an abortus، يبقى اسمه مست ابورشن. بعد ال age of viability هو نفس العيل اللي ميت جوه بطنها، لو جات لي قبل 24 اسبوع هقول عليه مست ابورشن، لو جات لي بعد 24 اسبوع هقول عليه intrauterine fetal death. تفرق؟ تفرق الترمينولوجي ده ان انا اقول ما هو الاثنين ميتين، هي جات لي وهي عند 22 اسبوع قلت لها انت مست ابورشن يا مدام ولازم ننزل العيل، عيطت ومشت وبعدين ما شفتهاش غير بعد شهر خلاص، فجات لي بعد 4 أسابيع اللي هو جات لي وهي 26 اسبوع، هقول لها انت ايه؟ مست ابورشن. هقول لها انت مست ابورشن؟ انا بديبند على الايدج بتاع العيل وهو جوه بالصغار ولا الجستيشنال ايدج اللي هو على حسب اللاست مينشن بيريد والفيرست تريمستر الترا ساوند وكده؟ على حسب هو مات امتى ولا على حسب احنا دلوقتي انت كام اسبوع؟ احنا دلوقتي انت كام اسبوع؟ فبالتالي هتجيلي هقول لها دلوقتي انت ايه؟ انترايوترين. بالظبط كده. يعني لو جات لي قبل الايدج اوف فايبرتي انت عندك مست ابورشن، لو جات لي بعد الايدج اوف فايبرتي انت مست، انت انترايوترين فيتال ديث. فرقت ميديكوليجال. يعني ايه ميديكوليجال؟ يعني اللي هولده ده او هسقطها قبل او هتسقط هي قبل 22 اسبوع ولا بيدفن ولا بيورث لو كان ابوه مثلا ميت ولا ليه اي حاجه ماتت. لكن اللي بعد 24 اسبوع افتر ذا ايج اوف فايبيلتي لا، ده يطلع له شهاده ميلاد وشهاده وفاه ويورث وبتاع ويدفن وكل حاجه. فطبعا فرق شاسع. فبالتالي اتس فيري امبورتنت، مش كله سقط. 28 اسبوع ميت اسمه سقط؟ لا ما اسمهوش سقط، اسمه وفاه داخل الرحم، وفاه لان عندي جنين اسمه وفاه. انتوا هتكتبوا تقارير، انتوا كجي بيز هتكتبوا تقارير، فبالتالي الترمينولوجيز دي مهمه. لكن سقط دي لا تطلق الا على بيبي اقل من 24 اسبوع بيفور ذا ايج اوف فايبيلتي. افتر ذا ايج اوف فايبيلتي اتس وذر انتراترين فيتال ديث بري تيرم بيبي لو هو عايش يعني ليفنج يعني او كده. طب يبقى نرجع تاني للمست ابورشن ده. يعني مست ابورشن كده احنا قلنا ان هو هي جنرالي سيمتومز ممكن ما يبقاش عندها اي سيمتومز. ساينز هل هيحصل فيها انفكشن؟ هو الانفكشن يحصل امتى؟ اوبن سيرفكس. لازم يبقى اللايكر مفتوح، لان هو الامنيوتيك ساك يا دكاتره هو ده اللي بيبروتكت الفيتس اجينست البوليمايكروبيال اورجانيزمز الموجودين في الفاجينا، لان الفاجينا دي مليانه بكتيريا، ما هي اوبن مليانه بكتيريا، فلو طلعت ثرو السيرفيس هيبقى البيبي بروتكتد بوجود الامنيوتيك ساك. لكن لو حصل لها رابتشر اوف ممبرنز
ده اللي بيخلي البولي مايكروبيال اورجانيزمز اللي موجوده في الفاجينا ممكن تخش على البيبي وانت عاملين حاجه اسمها كوريو امينات. طب في المست ابورشن احنا جبنا سيره ان اللايفر ده حصل رابتشر اوف ميمبرنز، لا فهو الطبيعي في المست ابورشن ان هي انتك ميمبرنز ما فيهاش. يحصل لها انفكشن؟ لا ما يحصلهاش انفكشن، لا ما يحصلهاش انفكشن. امال يحصل لها ده بيبي ده جوه ايه المشكله؟ ممكن يجي لي تسمم؟ لا يا مدام ما يجيلكيش تسمم. امال يجي لها ايه؟ ايه بقى دي اي سي؟ الدي اي سي او الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوباثي او اسمها الثاني سينونيمس ليها كونسامبتيف كواجولوباثي كونسامشن اوف ذا كلوتينج فاكتورز. لما الديد فيتس ده بيريليز حاجه اسمها ثرومبوبلاست ماتيريال، هذه الثرومبوبلاست ماتيريال بتافكت الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز، فبتخلي انه ريليز من الانترافاسكولار الاكسترافاسكولار كومبارتمنت يحصل كلوتينج. الكلوتينج فاكتورز دي تبقى كونسيومد ويحصل ان هو هيماليسيس على السيرفيس بتاع الاندوثيليوم، لان الاندوثيليوم ما بقاش سموث فبقى زي فايبراتك كده، فتيجي عليه الار بي سيز تتكسر وتحصل هيماليسيس، تيجي عليه البليتلتس برده تتكسر، يجمع كلوتينج فاكتورز كتير، فيبقى كان الدم ده بتاعها بلازما بس او ميه من او بلازما بس ميه من غير كلوتينج فاكتورز، ويبقى عندها ممكن ايديما. ده بالنسبه للدي اي سي. طب ده كل ده هيحصل في الماست ابورشن ده عيل 8 اسابيع ولا 6 اسابيع ولا 12 اسبوع؟ اكستريملي رير، اكستريملي رير ان هو يحصل لنا دي اي سي. امال الدي اي سي يحصل امتى اكتر؟ لما يكون الثرومبوبلاست ماتيريالز دي كتير اللي ريليز. ايوه امتى تبقى الثرومبوبلاست ماتيريالز دي كتير؟ لما البيبي كبير، يعني حتى لو هو مثلا فول تيرم انترا تايم فيتر ديث، لا ده اقوى ان هو هيبقى عندنا الاليمنت او السسبيشس فور دي اي سي ونبقى قلقانين من دي اي سي اكتر. لكن كل ما يكون البيبي ده صغير لا مش هبقى قلقان قوي من دي اي سي، لانه يعني صعب قوي لازم تقعد فتره طويله جدا. ده اذا كنا بنقول في الانترا تايم فيتر ديث اتليست من اسبوعين لاربع اسابيع، اللي هو الفول تيرم انترا تايم فيتر ديث اتليست من اسبوعين لاربع اسابيع عشان يحصل لها دي اي سي. فما بالك بقى لو كان البيبي ده حاجه صغيره قوي كده، فاكستريملي رير ان هو يحصل دي اي سي. طبعا هيبقى في الفيرست ترامستر ممكن يحصل اكتر ولا في السكند ترامستر؟ في السكند ترامستر لان البيبي اكبر، ففي السكند ترامستر انت ممكن تشك لو هي مثلا جايه لك 22 24 23 اسبوع مست ابورشن، اللي هو ممكن تبقى قلقان اكتر من دي اي سي لو كانت جايه لك 6 اسابيع. طب يبقى كده قلنا بالنسبه للسيمتومز سيمتومز جنرال برده مفيش حاجه، دي اي سي ده فيري بيبي. طب ابدومينال اكزامينشن السايز اوف ذا يوترس اخباره ايه؟ اقل ولا اكتر ولا ايكوال للبيريد بقى من رايك؟ اقل. لا البيبي ميت فمفيش جراس ديسكريبنسي، يعني هي اكيد هتجيلي بجراس ديسكريبنسي الا لو جاي لي هو ميت النهارده، لكن الطبيعي ان هو هيبقى اقل لان في جراس ديسكريبنسي، يعني هي حامل 12 اسبوع بس البيبي وقف عند 10 اسابيع ومات عند 10 اسابيع، فبيبقى اقل من بيريد اوف انري. طب في اكزامينشن سيرفيكس كلوز، ما هو لو كان اوبن كنت سميته ايه؟ كومبليت او انكومبليت حسب لو كان السيرفيكس اوبن كنت هسمي انفنتوري، مش كده ولا ايه؟ لو كان السيرفيكس اوبن لان انا بقول العيل كله جوه خلاص، ما هو العيل هنا بتاع المس ابوشن ده كل البيبي جوه والبيبي هنا ليفنج ولا داد؟ داد. فبالتالي الانفنتوري ابوشن مش فارق معايا البيبي ليفنج ولا داد، هو اللي فارق معايا ان السيرفيكس اوبن، السيرفيس اوبن وكل العيل جوه سواء كان ليفنج او داد هو كل البيبي جوه. لكن لو في حاجه نزلت يبقى اسمه انكمبليت ابورشن، لو كله نزل يبقى اسمه كومبليت ابورشن، لو كله لسه جوه بس ميت هقول عليه ان هو مس ابورشن. طب وكله لسه جوه بس ليفنج والسيرفيس كلوزد بقى ثريتند ابورشن، مش كده ولا ايه؟ فهو ده الفرق بين الانواع بتاعه الابورشن المختلفه. طب الانفستيجيشن لو عملت الترا ساوند هشوف ايه؟ في الثريتند ابورشن هشوف ايه باي الترا ساوند؟ بيبي ليفنج فيتال هارت بالسيشن عادي خالص، بيبي ما فيهوش اي مشكله ليفنج فيتس. طيب في الانيفيتابل ابورشن هشوف بيبي برده، بيبي برده يا ليفنج يا داد، بيبي برده ليفنج او داد مش فارق معايا، هو المهم عندي ان هو كل البيبي لسه جوه بس السيرفيس اوبن. طيب بالنسبه للانكمبليت ابورشن هشوف ايه باي الترا ساوند؟ رامنس، رامنس لا ما فيش بيبي هو رامنس بس هي اللي موجوده. طيب بالنسبه للكمبليت ابورشن هشوف ايه جوه؟ حاجه امتي انتي بقى مش حاجه خالص. طب المست ابورشن هشوف ايه جوه؟ داد فيتس، هشوف بيبي ميت كل البيبي موجود وميت فهشوف داد فيتس. هنشوفها بقى دلوقتي، هنيجي بقى عند اول انفستيجيشن قلناها، قلنا الترا ساوند. طب تاني انفستيجيشن بريجننسي تيست او بيتا اس جي، اخبار البيتا اس جي ايه بالنسبه للثريتند ابورشن؟ نورمال زي هيلثي انترا تايم بريجننسي، ولا حتى قل ولا اي حاجه لان كل البيبي بالبلاي بكل حاجه موجوده جوه عادي خالص. طب بالنسبه للانفيتابل ابورشن لو هو ديد مش هلاقي حلو، بس لو بنج هلاقي بقى قول ماشي على حسب الوقت. يعني في الانفستيجيشن بتاعت الانفيتابل ابورشن هتعمله بيتا اس جي او بريجننسي تيست؟
أو لا لا هو احنا ليه بنعمل انفستيجيشن ان جنرال ليه بنعمل انفستيجيشن طب لحد هنا انا اي كونفيرمد الدايجنوستس ولا لحد الحته دي اللي هو الكلينيكال بيكتشر من غير حتى الاوبن كونفيرمد ان هو انفيتابل ابورشن ولا لا اصلا كونفيرمد مش اوبن سيرفكس مش السيرفكس اوبن خلاص وكمان عملت الترا ساوند عرفت ان البيبي كله جوه يعني ان هو مش انكمبليت خلاص انا محتاجه اعمل بيتا اس جي واحده شحط وواحده مش لا لا استنى اعمل اختراح النوعيه اللي هو موجود وسيرفيس اوبن مش كده ولا ايه فيعني انت برضو تخيلها قدامك عيانه احنا مش بس كتاب قدامنا انت قدامك العيانه فعمرنا عملنا ليه الانفيتابل ابورشن ده بيتا اس جي واستنى بريجنسي تيست ايوه هيفيدني بايه ما هي كده كده بتسقط هي كده كده البيبي ده هينزل هينزل سواء كان ليفنج او ده حتى ما ببصش على هو ليفنج ولا ده في الانفيتابل ابورشن امال في الانفيتابل ابورشن ببص على ايه لما بعمل الترا ساوند السيرفكس ده ببص عليه بقى الترا ساوند لا ده في الاكزامينشن امال ببص على ايه فيتس موجود ولا لا عشان اعرف في بيبي جوه ولا لا هتفرق معايا ايه في بيبي جوه يعني هو انفيتابل ابورشن ولا مفيش بيبي جوه بس رامنس اللي هو انكمبليت ابورشن هل الاثنين هيبقوا مانج بنفس الطريقه هنشوف دلوقتي لان في واحده ممكن يبقى فيها بونز وفي واحده فيهاش بونز ففي واحده كلها سوفت تيشو تقدر تخش تكحتها مفيش مشكله وفي واحده فيها بيبي من اول 12 اسبوع ده في فيمر ويومرس وبتاع وما تقدرش انك انت تكحت عيل في بونز لان اي بون انت تبتدي اولا هتنزلها حته واحده واحده وطبعا البون دي وانت بتنزلها وتكسرها كده ممكن قوي تعمل بيرفوريشن للميتوس فمفيش بعد 12 اسبوع انك انت تعمل سيرجيكال ايفاكيشن مفيش بعد 12 اسبوع تعمل سيرجيكال عشان كده بنعمل الالترا ساوند عشان اتاكد هو انفيتابل ولا انكمبليت لان الانكمبليت عيل نزل فقدامك كل اللي موجود سوفت تيشو فدي تكحتها عادي جدا لكن الانفيتابل ده فيه بيبي جوه طب هعمل ايه ما هي لازم اسقطها لان السيرفكس اوبن عشان كده بنعمل الالترا ساوند بس عشان افرق هو انفيتابل ولا انكمبليت وانا ستريتند بعمل برضو اختبار الحمل ليه ما هي حامل وجايالي كويس يعني لو عصي انك انت تعملي بريجننسي تيست كويس يبقى هنشوف البريجننسي تيست ده هيطلع نور ما احنا ده برضو احنا بنقول هل احنا بنعمله ولا لا في البراكتس على حسب انت محتاج تعمله ولا لا هي دي انفستيجيشن افيلبل تو كونفيرم يور دايجنوز اف يور دايجنوز از اوريدي كونفيرم بالالترا ساوند خلاص انت مش هتعمل بريجننسي تيست لكن تبقى عارف لو عملت البريجننسي تيست هيبقى اخباره ايه فلو هو انفيتابل وكان البيبي ليفنج هيبقى بريجننسي تيست عادي نورمال لو هو كان ده هيبقى قليل ايوه بس بعمله لا مش محتاجه ان انا اعمله خالص لان اوريدي المانجمنت ده معروف هيتعمل له طيب نيجي بعد كده على ال الانكمبليت البيتا اس جي هلاقيها ايه قليله لان في بيبي نزل وفيلاي بس اللي موجوده فبالتالي هتلاقي ان هي ريلاتيفلي قليله او لو كنت انت عامل لها قبل كده بيتا اس جي وبتعيد لها حاجه اسمها دبلينج تايم بعد 48 ساعه بتعيد البيتا اس جي كومبيرينج الفيرست ريدنج بتاعه البيتا اس جي للسكند ريدنج بتاعه البيتا اس جي هتلاقي ايه هتلاقي اقل هتلاقي اقل يبقى كده انت بتتكلم على انكمبليت ابورشن ميست ابورشن حاجه من دول طب هنا بقى في الفراتنج ابورشن هتلاقي السكند ريدنج اخبارها ايه دبل عادي دبل عادي ده ليفنج بيبي وكل الفيلاي موجوده وكده فهيبقى دبل عادي فهو انت لو كنت بتعمل عندك فيرست ريدنج وبتعمل لما قالت لك ايه يعني ممكن تجي لك الست الاول ايه انت حامل يا مدام طب اعملي لنا اختبار حمل رقمي هرمون البلاد تيست عشان نعرف البيتا اس جي الفاليو بتاعنا اخباره ايه لانه الالترا ساوند مش بيبان غير عند 5-6 اسابيع فهي لو جات لك مثلا بتقول لك الميس بيريد بقى لها يومين يعني المفروض انها تجي لي بيريد وما جاتش اعملي سونار يا دكتور عشان اعرف حامل ولا لا يا مدام مش حاملك سونار مش هيبان في حاجه اسمها ديسكريميشن زون ما يبينليش اساسا حاجه حمل غير لو انا بعمل لك فاجينال الترا ساوند يبقى على الاقل اكتر من 1500 البيتا اس جي ولو احنا بنعمل ابدامنا الالترا ساوند يبقى على الاقل 3000 ونص يبقى قبل 1500 الفاليو بتاع البيتا اس جي انا لو عملت سونار للست هشوف ايه في اليوترس هشوف امتي يوترس ايوه نورمال ولا اب نورمال ان هي تشوف امتي يوترس قبل 1500 نورمال ايوه يعني هي مش حامل ولا هي حامل هي حامل بس لسه ما بانش جوه اليوترس فعشان كده لو هي بتقول لي انا ما جاتليش البيريد طب خلاص ممكن تبقي حامل يا مدام نستنى مثلا اسبوع كده ونعمل الترا ساوند لا 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 انا عايز اعرف دلوقتي روح اعملي بيتا اس جي هو ده اللي هيبين عمل البيتا اس جي وطلع مثلا ريدنج بتاعها 1000 كلمتك في التليفون بتقول لك ايه نزل عليا بليدنج ايوه بليدنج قد ايه كتير شويه انا قلقانه انا مش عارف ايه هتعمل ايه تعمل لها الترا ساوند هو اساسا قبل الديسكريميشن زون ما انا مش هشوف حاجه هقول لها اليوترس فاضي طب ما انا عارفه انه فاضي اعمل لها ايه سكند ريدنج بعد 48 ساعه فهو هنا بيفيدك عشان تعرف هي دلوقتي دي بقت مست ابورشن
ولا هي نزل حاجات وانكمبليت ولا هي threatened abortion. طب لو لقيت السكند ريدنج يا دكاتره نركز مع بعض كده، احنا قلنا الفيرست ريدنج كانت كام؟ 1000. لو لقيت السكند ريدنج بتاعتك 1800، خلاص تمام. ها نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال عيني، وزاد اكتر من 75%. يعني الفاليو مش لازم تبقى دبل بالظبط، يعني اللي هو تبقى 2000، لا زادت اكتر من 75%. طب لو الفيرست ريدنج كانت 1000 والسكند ريدنج لقيتها بقت 800، لا خلاص كده ده ايه؟ يعني ومش threatened abortion، ده هيبقى missed abortion، مش كده ولا ايه؟ طب نفتكر بس الكلمه دي عشان، طب لو لقيت ان الالف دي بقت 1200 ده ectopic pregnancy اللي هناخدها بعد بكره ان شاء الله، عشان نبقى عارفين ان doubling time ده مهم. doubling time ده مهم لانه بيفرق لك بين الديفرنت bleeding early pregnancy لما يكون الالتراساوند لسه مش قادر تعمله عشان هو اقل من discrimination zone، فانت لو عملت سونار مش هتعرف تفرق بينهم، فبالتالي بيبقى قدامكش غير انك انت تعمل البيتا اي سي جي. طب تاني هنتكلم على البيتا اي سي جي دلوقتي، قلنا في الثريتنت هيبقى نورمال والدبلنج بتاعه نورمال. طب في الانيفيتابل اكشلي ما بنعملوش يعني، لكن هو لو ليفنج هيبقى نورمال والدبلنج نورمال، لو داد هيبقى قليل والدبلنج هيقل. طب الانكمبليت البيتا اي سي جي هيبقى الدبلنج قل او هو من اساس هتلاقيه ان هو قليل. طب الكومبليت مفيش اصلا، هيبقى نيجاتيف، هيبقى نيجاتيف بيتا اس جي. هو ممكن يفضل بوزيتيف شويه يعني لحد الاسبوع بعديها، بس يعني هو طالما ان امتي يوترس هتعمل لها بيتا اس جي وهتعيده لها ثاني هتلاقي ان هو بيقل او ان هو بقى نيجاتيف. فده بالنسبه للكومبليت. طب المست ابورشن لو مثلا عملت دبلنج هتلاقيه بيقل بالظبط كده، هتلاقي الدبلنج بتاعنا بيقل او هو البيتا اس جي اصلا اقل من اللي المفروض كان يبقى فيه في البيريد اوف امينوريا بتاعتنا او الديوريشن اوف بريجننسي بتاعنا. واضح الانفستيجيشنز يا دكاتره؟ في سؤال هنا؟ عشان الفيلاي بتكبر، فبالتالي الاماونت اوف اكس جي سيكريتد باي الكوريونيك فيلاي بتزيد، فعشان كده نورمالي ان هو يحصل لنا دبلنج، ان هو بدل ما يبقى 1000 يبقى بعد 48 ساعه بيزيد بيزيد. تفتكروا البيتا اس جي ده هيفضل يزيد لحد امتى؟ لحد البلاسنتا، لحد ما البلاسنتا تتكون. لان احنا البيتا اس جي ده ايه وظيفته او الاف سي جي ايه وظيفته؟ محتاجينه ليه؟ يمنتين الكوربس ليديم. طب هو الكوربس ليديم اصلا لو هي مش حامل منتيند بايه؟ بالال اتش، مش كده ولا ايه؟ مش احنا عندنا ال اتش والال اتش سيرج، وانس الال اتش سيرج حصل وحصل اوفيليشن الاوسايت خرجت والرمنت بنقول عليه كوربس ليديم. ايوه الكوربس ليديم ده وظيفته انه ايه؟ سيكريت بروجستيرون تو مينتين سيكريتوري اندوميتريوم فور هاو لونج؟ 14 دايز. لو هي مش حامل، لو حامل هتكمل لحد الفيرست تريمستر كله، ايوه هيبقى مينتيند بايه كوربس ليديم؟ ما خلاص ما بقاش عندنا ال اتش بالاس جي، لان الاس جي ليه ميميك اكشن بتاعه الال اتش كويس، فالاثنين ليهم ميميك اكشن، فالاس جي احنا محتاجينه في الفيرست تريمستر كله اللي هو لحد الفورميشن اوف ذا بلاسينتا. ليه لحد الفورميشن اوف ذا بلاسينتا؟ انا عايزه بروجستيرون طول الحمل، مش بس عايزه لحد الفورميشن اوف بلاسينتا، اللي هي البلاسينتا بتطلع بروجستيرون، فانا بس محتاجه الكوربس ليديم اوف بريجننسي ده كويس اللي هو يبقى مينتيند باي اس جي اول تريمستر عشان يسكريت البروجستيرون، بعد كده البلاسينتا هتيك اوفر وهي اللي هتسكريت البروجستيرون. فبالتالي الاس سي جي السكريشن بتاعه هيبقى لحد امتى بنلاقيه موجود؟ لحد 3 شهور، بعد كده هيبقى هيقل وهيفضل بلاتو، يعني البيك بتاعه بيبقى فعلا في ثاني اسبوع سوري ثاني شهر اللي هو عند 10 اسابيع، ويبتدي يقل ثاني بعد ال 10 اسابيع عند 12 اسبوع يقل قوي ويفضل بقى بلاتو بعد كده. ده بالنسبه للاس سي جي عشان نبقى عارفين ايه هو الاس سي جي وجه منين وايه الدبلنج تايم وايه السيجنفكنس بتاعه وبنعمله بس لحد امتى، لكن بعد كده مش هبقى محتاجه ان انا اعمل اس سي جي. طيب ده بالنسبه لحد المست ابورشن. طب امال السبتك ابورشن؟ عامه يا دكاتره السبتك ابورشن بنلاقيه اون توب اوف واحده ست يعني سقطت تحت السلم، يعني اللي هو كان عايزه تسقط راحت في حته ما اعرفش ايه مع دكتور ايه، ف حته ما فيهاش يعني انتي سبتك بروسيجر وكده، كان عايز يعمل لها ايفاكويشن اوف نورمال بريجننسي ولا ثريتند ابورشن ولا في اي صفه الابورشن، نزل حاجات وساب حاجات وتجي لك بعد كده بقى بسبسس. هو ده البيكتشر بتاع السبتك ابورشن اللي احنا بنشوفه. فان جنرال بتجي لك واحده ست كانت اتكحتت بره كويس، وبعدين جايه لك ب فيفر بقى وفالس مانج فاجينال ديسشارج وتندر يوترس، لان في انفكشن اون جوينج انفكشن موجود، لان هو اوريدي حاول عمل سيرفايكال دايلاتيشن نزل اي حاجه، هي مش بتبقى محتاجه انها تسقط البيبي كله لانه هتجيلنا. فهي لما تجيلنا بسبتك ابورشن او بانكمبليت ابورشن ما احنا لازم نكمل هذا الابورشن، لكن لو جات لنا بهيلثي انتراتراين بريجننسي وعايزه تسقطه
ما احنا مش هنسقطه مش كده ولا ايه؟ فهي لازم تجيلنا يا اما سكتك ابورشن يا اما دي كومبليت ابورشن عشان نكمل لها هذا الابورشن بتاعها. فعامه بيبقى ده عشان تبقوا متخيلين بس البيكتشر ان هو غالبا هيبقى اون توب اوف يعني ايفاكيشن اوف كونتنتس، فهتلاقي غالبا ريمنت اوف كونتنتس. صعب قوي انك تلاقي بيبي كامل جوه موجود، لان ولا ثريتند ابورشن ده بيبي ليفنج ليه يبقى سبتك، ولا المست مش المفروض ان هو برده يبقى سبتك. فعشان كده بيبقى يعني فولوينج انكمبليت ايفاكيشن اوف الكونتنتس بتاعتنا، فهتلاقي ريمنت اوف برودكتس اوف كونسبشن، وهي عندها فيفر وتي اس بتاعها عالي، سي رياكتيف بروتين عالي، يعني كل الحاجات بتاعه الانفكشن. اي اس ار عالي، بس خلي بالكم الاي اس ار كده كده بيعلى جيرن بريجنس، فعشان كده مش بنعتمد عليه قوي، بنعتمد على التي اس سي ان هو عالي، توتال ريكوستيتنج، وطبعا الديفرنشال بيبقى عالي، وشيفت تو ذا ليفت وستاب سيجمنتد ريشيو، يعني كل الحاجات بتاعه الانفكشن دي مع السي ار بي السي رياكتيف بروتين عالي. الاي اس ار هتعامله حتى عليه انتروجيشن مارك كده، لان هو اصلا بيبقى عالي جيرنج بريجننسي، فبالتالي مش بنعتمد عليه، بنعتمد على التي ال سي والسي رياكتيف بروتين. هتلاقي في ساينز اوف انفكشن لابوراتوري برده، بيكتشر اوف انفكشن، هتعليها ازاي سبتك ابورشن. هعمل هشيل بقى الباقي ريمننس واعمل انتي بايوتكس. لازم اول امبريلا بانتي بايوتكس برود سبيكترم انتي بايوتكس، وبعدين لما تخش تبحثها انت قلقان من حاجه ولا عادي زيها زي غيرها؟ ممكن تدخل في انفكشن، والانفكشن بتعمل فرايبيليتي للتيشوز وسوفتنس اكتر للتيشو. هو اصلا التيشوز واليوتر سوفت عشان البريجنسي، لكن كمان الانفكشن خليته مور اند مور سوفت، ففيري لايبل تو بيرفوريشن. طبعا لو انت عملت بيرفوريشن هنا ممكن تدخلها في سبتك بيريتونايتس، لان الانفكشن ده هيخش على البيريتون. فلازم بنعمله اندر كفر اوف امبريلا اوف انتي بايوتكس عشان الانفكشن دي تسبسايد. بتديها اكبوليكس كتير عشان تحاول تعمل يوتراين كونتراكشن، فيبقى اليوترس مور فير وانت بتكحل، فبالتالي ان هو يعني عشان تقلل الليابيليتي اوف يوتراين بيرفوريشن، لكن طبعا لازم تعمل لها ساكشن ايفاكيشن او ريموفال اوف الكوندنس المور. طب الثريتند ابورشن هيبقى ايه التريتمنت بتاعنا؟ يعني هتقول لها ايه او هتعمل ايه؟ ايه اللي ممكن يريلاكس اليوترس؟ بروجستيرون. بالظبط كده، بروجستيرون. فحمل لها رست وبروجستيرون سبورت، رست وبروجستيرون سبورت. ده بالنسبه للثريتند ابورشن. طب الانفيتابل ابورشن تعمل لها ايه؟ على حسب ايه؟ اول حاجه هنعالج الشوك طبعا، لازم دي سسبيشن وكده، انتي شوك ميجرز لو هي شوك. طب ايه كمان؟ عايش ولا ميت؟ الاثنين. طب لو عايش هتعمل ايه ولو ميت هتعمل ايه؟ لو عايش سبورت، لو عايش سبورت لا خلاص، هو ده السيرفيس اوبن حتى لو عايش. لو عايش هتسبورت؟ لا، احنا قلنا اول حاجه ان هو مش فارق معايا عايش ولا ميت، انا بس عايز اعرف السيرفيس اوبن ولا، عشان اعرف هو ده ثريتند ولا انفيتابل، يعني هسبورت وكونزرف ولا لازم اعمل لها مانجمنت، اللي هو المانجمنت ان ذا فورم اوف ايه؟ ترمينيشن. لازم هينزل لان هو السيرفيس هنا اوبن. امال على حسب ايه بالظبط كده؟ هو قبل 12 اسبوع ولا بعد 12 اسبوع؟ قبل 12 اسبوع هعمل لها ايه؟ ايفاكيشن سيرجيكال ايفاكيشن طبعا يا مدام، ده يلا على العمليات على طول، يلا على العمليات على طول، وبعمل لها ايفاكيشن لانه ما عنديش بونز، فانا مش قلقانه من حاجه. طب بعد 12 اسبوع نعمل ايه بعد 12 اسبوع؟ يعني بعمل لها سبورت كويس، اللي هو بديها بقى فلويدز وانتي شوك ميجرز ومش عارف بلاد ترانسفيوجن وكده، على اساس ان هي يحصل لها سبونتينيوس ايفاكويشن، وينزل البيبي ويبقى فاضل بس البلاسانتا. ساعتها لما يكون فاضل البلاسانتا بس او الميمبرنز بس، اعمل انا ايه؟ اخش اتحط. طب ليه ما اخش اتحطها من الاول؟ ما ينفعش عشان في بونز، ما ينفعش عشان في بونز. طب ما افتح بطنها، افتح بطنها طالع البيبي، ايه رايكم؟ ايه النتيجه بالابوش؟ ليه؟ طيب هي شوك ده اصلا، ما هي بتشوك مني وعماله تبليد وكده. هي دي قدامها قد ايه تقريبا ويحصل لها سبونتينيوس ايفاكويشن؟ كتير ولا قليل؟ يعني زي ميست ابورشن ولا مختلفه؟ لا مختلفه. مختلفه ليه؟ مختلفه السيرفكس اوبن وعندها سيفير يوتراين كونتراكشن وسيفير بليدنج، فالمفروض ان هي يحصل لها سبونتينيوس ايفاكويشن امتى؟ ده على طول. فعشان كده دايما بتلاقي في البراكتس الانفيتابل ابورشن انا هارد اب ان انا ادخلها افتح اليوترس عشان اطلع البيبي. افتح اليوترس ليه؟ ما هو اساسا على بال ما اديها الانتي شوك ميجرز بتاعتي هيكون البيبي نازل وتحولت لان كومبليت ابورشن واخش اتحطها. فيبقى بالنسبه للانفيتابل ابورشن يبقى فعلا كوركشن اوف شوك او انتي شوك ميجرز، وترمينيشن اكتشلي بتبقى على طول باي سيرجيكال ايفاكويشن. ليه؟ لان البيبي بيكون نزل، غالبا البيبي بيكون نزل. صعب قوي ان هي يكون عندها سي بي بين ولا ما يبقاش انفيتابل بقى. يبقى انا بتكلم على ميست ابورشن لو هو ولا عندها بين ولا عندها بليدنج والبيبي موجود جوه وميت وما بينزلش مش راضي ينزل،
يبقى ما اسموش بقى انيفيتابل. الانيفيتابل بقى الديفينيشن ان هو انيفيتابل هيحصل يعني انت لو ما لمستهاش هو البيبي هينزل من كتر ما عندها سيفير كونتراكشنز وسيفير بين وسيفير بليدنج من السيبريشن، فهو اوريدي سيبريتد فهو لازم هينزل. فعشان كده انا هارد اوف انك انت تفتح بطن العيانه عشان تطلع البيبي في الانيفيتابل ابورشن. طب الانكمبليت تعملها مانجمنت ايه؟ هتحطها لان ده رامنس ده كده كده حتى لو كانت جايه لك 16 اسبوع فهو البيبي نازل واللي فاضل بس سوفت تيشو. سوفت تيشو اللي هو بلاسانتا وممبرنز ده سوفت تيشو، فممكن قوي انك انت تخش تكحتها انت مش قلقان من اي حاجه فتعمل لها سيرجيكال ايفاكويشن. طيب هي طبعا سيرجيكال ايفاكويشن ليها مسمى اخر اللي هو ايه؟ دي ان سي دايلاتيشن كيرج. ليه انا ما كتبتش دي ان سي هنا ودي ان سي؟ اوبن انا حابب دايلاتيشن يبقى هو اوبن عشان كده كتبت لكم سيرجيكال ايفاكويشن. اتس مور كوركت لان لو كتبت دي ان سي دايلاتيشن انت كاتج ما السيرفكس از اوريدي دايليتد واي ام جوينج تو دو دايلاتيشن اتس اوريدي دايليتد. فعشان كده بس تيرمينولوجي. لكن لو جالك في الاوبشنز تعملها دي ان سي هتعملها دي ان سي لو بقيت الحاجات مش نافعه فخلاص مش عاجباك كلمه دايلاتيشن قوي بس هو فعلا انت عايز تعمل لها دي ان سي او دايلاتيشن كاتج او تعملها كاتج. فاهمين يا دكتوره؟ المهم بس نبقى فاهمين الحاجات وبعدين بعد كده الاختيارات بتبقى سهله سولانج انك انت فاهم يعني ايه مش حافظهم وكده. لا ده هو هنا لازم تبقى سيرجيكال ايفاكيشن، هنا بقى سكشن ايفاكيشن، هنا بقى دايلاتيشن انكر، كلهم حاجه واحده كلهم حاجه واحده خلاص. فيعني بس النوم الميس نومر مثلا بيجي من انه دقيق قوي الكلمه دي هنا ولا مش دقيقه قوي. طيب نيجي بعد كده الكومبليت ابورشن هتعمل لها ايه؟ ولا حاجه خلاص. سبورت بقى وريشورنس معلش يا مدام وده طبيعي ويحصل كتير والانسنس اوف ابورشن عالي. كام الانسنس اوف ابورشن؟ 15% 15% ده رقم وهمي مش كده ولا ايه؟ يعني من كل 100 ست تحمل 15 هيحصل لهم ابورشن. يا ده رقم عالي جدا. من كل 100 ست تحمل 15 يحصل لهم ابورشن. فده مهم الرقم ده مهم عشان انت بتعمل لهم كونسلنج وريشورنس وكده ان هو عادي طبيعي مفيش اي مشكله خالص انه حصل ابورشن بتعملها كونسلنج ولا محتاجه بقى اديها ولا انتي بايوتكس ولا ما هو كله نزل. ما انت الهدف بتاعك انك انت تعملها الايفاكيشن هو حصل سبونتينس ايفاكيشن لوحده. طب المس ابورشن هتعملها ايه؟ لو قبل 12 اسبوع اعملها سيرجيكال ايفاكيشن او دايلاتيشن اند كيراتج اتس اوريدي كلوز مش كده؟ فانت فعلا بتعمل لها دايلاتيشن اند كيراتج او سيرجيكال ايفاكيشن او سكشن ايفاكيشن. سكشن ايفاكيشن هو بدل ما بتكحت العيانه بمعلقه كحت لا بتدخل حاجه زي شفاط كده وهو يشفط الكونتنتس اللي موجوده. طبعا ليس لايبل تو بيرفوري لان انت بتشفط لكن مش بتكحت خلاص. فيا اما فالمست ابورشن دي لو هي قبل 12 اسبوع فعلا يا اما هعمل لها دايلاتيشن اند كيراتج يا اما هعمل لها سكشن ايفاكيشن هعمل لها سيرجيكال ايفاكيشن. طب لو بعد 12 اسبوع ايه رايكم؟ ممكن اعمل لها ستيميليشن للكونتراكشنز عشان اليوترس يبتدي كونتراكت فتتحول من نست ابورشن لانفيتابل وكمبليت ابورشن بدل ما لان انا مش طب وده بعدين اقدر اديها الميديكال تريتمنت لان هي جنرالي ولا فيها شك ولا فيها اي حاجه فقدامي وقت ان انا اديلها بروستاجلاندنز اللي هي الحاجات اللي هي تستيميليت يوتراين كونتراكشنز لحد ما السيرفكس يفتح ويبتدي ان هو يحصل لها ايفاكويشن للبيبي دي لو اكتر من 12 اسبوع. حتى كتير قوي بتلاقونا في الحوادث بننزلها دي مست ابورشن طب ننزلها معانا يوم الحوادث ونبتدي نديلها بروستاجلاندنز ما فتحتش نعمل ايه؟ ما فتحتش يعني هي دلوقتي 16 اسبوع وانت اديت لها بروستاجلاندنز اوفر 24 اورز خلاص والسيرفيس ما فتحش وما جالهاش بينز وما جالهاش اي كونتراكشنز تعمل ايه؟ سيرجيكال اللي هو ايه؟ سيزاري. مين اللي بيقول سيرجيكال اللي هو سيزاري؟ يرفع ايده. طب حتى اللي توقع يرفع. طب مين بيقول لا؟ طب وهيبقى ايه الاوبشن الثاني؟ لا اعمل ايه؟ اديها تاني. صح كده انا مشكلتي قاعدين مع بعض يا مدام اديها تاني. ايه هنطلع نريح شويه وبعدين ننزل تاني ما جراش حاجه مش كده ولا ايه؟ وانا خايفه من ايه؟ دي اي سي. هل في حاجه ان انا اعملها عشان اطمن انا دخلت في دي اي سي ولا لا؟ عايز لها الاي ان ار الفايبرينوجين والاف دي بيز اللي هي فايبرين ديجريديشن برودكتس لان هي كونسامبتيف كارديولوباثي او دي اي سي او هايبوفايبرينوجينيميا الثلاثه دول زي بعض هايبوفايبرينوجينيميا يعني فايبرينوجين بي ال قايس لها الفايبرينوجين قايس لها الاف دي بيز اللي هي البرودكتس اوف ديجريديشن اوف فايبرينوجين اشوف انا قربت من سب كلين يعني عندي سب كلينيكال دي اي سي ولا لا. لو طلع عندي سب كلينيكال دي اي سي اللي ساعتها لكن لو طلع ما عنديش وانا بعيده خالص وكل ما عاملها نورمال ونورمال فايبرينوجين ما فيش اف دي بيز ونورمال اي ان ار وما فيش اي دي اي سي خالص خلاص نطلع وننزل مع بعض بدل ما افتح بطنها على
ذات فيتس. طب انا لو فتحت بطنها هنا هو السيزاريان سكشن، حد يعرف احنا بنعملها لوور سيجمنت سيزاريان سكشن يعني في الحته اللي تحت اللي هو بتبقى يعني بتاعه السيرفكس، ولا بنعمل ابر سيجمنت سيزاريان سكشن اللي هو في البادي؟ لوور. ليه بنعمل لوور؟ عشان السيرفكس رفيع ودي سترونج سكار وكده، فبالتالي الانسنس اوف رابتشر بعديها بيبقى قليل قوي. طب لو عملت ابر سيجمنت سيزاريان سكشن ايه المشكله؟ لو حمل الثاني بالظبط كده، الانسنس اوف رابتشر 10 تايمز الانسنس اوف رابتشر في اللور سيجمنت سيزاريان سكشن. طب انا لو في المست ابورشن دي هعمل سيزاريان سكشن، هيبقى لور ولا ابر؟ ابر. ليه ابر؟ ما عنديش لور لسه ما اتكونش، لان اللور ده بيتكون متاخر، فانا ما عنديش لور، فانا هضطر اعمل لها ابر سيجمنت سيزاريان سكشن. هل كلمه سيزاريان سكشن اصلا هنا صح ولا مش صح؟ لا مش صح. ليه مش صح؟ بعد الفايبيليتي. لا لا، كلمه سيزاريان سكشن نفسها قبل الفايبيليتي عشان البيبي قبل الفايبيليتي. ده هو السيزاريان سكشن ما تتعملش غير على ليفينج فيتس. يعني انا لو انا فتحت بطن العيانه وهي فول تيرم على انتراي ترايم فيتر داس وطلعت البيبي، مش هقول عليها سيزاريان سكشن؟ فايبيليتي. امتى بقول سيزاريان سكشن؟ افتر فايبيليتي. لو البيبي بعد، لو البيبي بعد، يعني لو البيبي داد ولا ليفينج؟ داد اور ليفينج فايبل، ماليش دعوه هو داد ولا ليفينج، انا ليا دعوه انه فايبل. فايبل فيتس اعمل لها اسمها سيزاريان سكشن. يعني 26 اسبوع ومطلعها عيل ميت، يبقى انا عملت ايه؟ سيزاريان سكشن. امال قبل 6 قبل 24 اسبوع هقول عليها ايه؟ هيستيراتومي. بالظبط كده، هيستيراتومي. اتس ان اوبننج اوتومي ان ذا يوترس فاسمها هيستيراتومي. طب انا عند هنا يعني البيبي كان مثلا حصل لها رابتشر ممبرنس عند 22 اسبوع، رابتشر اوف ممبرنس عند 22 اسبوع، خلاص. رابتشر اوف ممبرنس بيفور ذا ايج اوف فايابيليتي از ا ساين اوف انيفيتابيليتي. دي جمله مهمه. ايه ده يعني؟ هقول عليها ايه؟ الرابتشر اوف ممبرنس اللي حصلت عند واحده عندها حامل 22 اسبوع هقول عليها ايه؟ دي جالها ايه؟ ابورشن. ايه نوع الابورشن؟ ما احنا ما حدش بقى دلوقتي يقول ابورشن، هتقولوا لي بالنوع بتاعه اسمه ايه؟ انيفيتابل ابورشن. اسمه ايه؟ عليها بين، عليها بليدنج؟ ما عليهاش ولا بليدنج ولا بين خالص، ده هو بس حصل لها رابتشر اوف ميمبرنز وهي 22 اسبوع وقلت عليه انيفيتابل ابورشن. يبقى الانيفيتابل ابورشن مش بس ده، لا، رابتشر اوف ميمبرنز بيفور ذا ايج اوف فايبيليتي از انيفيتابل ابورشن، از كولد انيفيتابل ابورشن. طب انا لو حاولت ان انا، طب ما هي رابتشر اوف ميمبرنز انيفيتابل ابورشن، يبقى المفروض اعمل لها ايه؟ المانجمنت هيبقى بتاعها ايه يعني؟ ايه رايكم؟ المانجمنت بتاعي الست ال 22 اسبوع اللي حصل لها رابتشر اوف ميمبرنز ودريند لايكر، يعني ما بقاش حواليه ان البيبي ميه، عند 22 اسبوع اعمل ايه؟ لو هي يعني هتعملوا لها ترمينيشن ولا كونزرفيشن الاول؟ لان احنا عندنا سؤالين بنجاوب عليهم، الاول ترمينيشن ولا كونزرفيشن؟ لو كونزرفيشن خلاص، لو ترمينيشن ايه المود اوف ترمينيشن؟ سيرجيكال ولا ميديكال؟ خلاص؟ فالاول هنا ال 22 اسبوع دي اللي هي حصلها دريند لايكر هتعملي لها كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ ترمينيشن. مفيش انيفيتابل ابورشن بتعمل له كونزرفيشن، انيفيتابل ابورشن يبقى ترمينيشن. ترمينيشن ازاي بقى؟ ميديكال ولا سيرجيكال؟ ميديكال. ان انا احاول ادي لها بروستاجلاندنز عشان يحصل يوتراين كونتراكشن سيرفايكال دايليتيشن وهي يحصل لها ابورشن. طب حاولت اعمل لها هذا الميديكال وانا بعملها الميديكال ايه الكومبليكيشن؟ هبقى خايفه منها. ها؟ دي اي سي؟ لا امال ايه؟ ها؟ انفكشن. مش بقول رابتشر اوف ميمبرنز يا دكاتره، مش بقول رابتشر اوف ميمبرنز، هبقى خايفه تخش مني في كوريا اني نلبس. هعرف ازاي؟ بعمل لها برده لاب تاست، بس بقى مش فايبرانج و اف دي فيز والكلام ده، اعمل لها تي ال سي وسي رياكتيف بروتين وكده، عشان قبل ما تبقى كلينيكال انفكشن اللي هو فيبر وكلام من ده، لا ابتدي الاقي ان ابتدى تي ال سي يعلى، ابتدى سي رياكتيف بروتين يعلى، مش كونفورمينج او مش بتريسبوند، مش ريسبوندنج للانتي بايوتكس اللي انا بديه، لان طبعا سولو لو حصل رابتشر ميمبرنز على طول بندي بروفلاكتيك انتي بايوتكس، لقيتها مش ريسبوندنج للبروفلاكتيك انتي بايوتكس بالرغم ان انا بدي انتي بايوتكس عمال برده تي ار سي على وسي اكتيف بروتين يعلى، يبقى ساعتها لازم اعمل ايه؟ يبقى الميديكال مش هقدر افضل مستنيه، ده هتخش هي بقى في سبسس نفسها، يعني فالمنت سبسس، فمش ممكن اخليها تخش مني في سبتك شوك عشان لازم يعني الى ما لا نهايه، يعني حتى الموت انها تولد فاجينال. طب ما ساعتها هعمل ايه؟ هيستيراتومي. بالظبط كده. طب البيبي ليفنج هو اسمه هيستيراتومي، يعني مش ما بعتمدش على انا طلعت عيل ميت ولا عيل عايش، انا المهم الجستيشنال ايج ايه، يعني لو البيبي ليفنج اور ديد بس قبل 24 اسبوع اسمها هيستيراتومي، لو البيبي ليفنج اور ديد افتر اللي ايج اوف فايبيليتي اللي هو 24 اسبوع اسمها سيزاريان سكشن. واضح يا دكاتره؟
ما هو الاجبالكس، ما احنا قلنا هندي طبعا الاجبالكس ميديكال، بس وانت بتديها الميديكال دي بتستنى برضو انت قلقان من انفكشن. افرض انك لقيت ان هو بيحصل سب كلينيكال انفكشن، عمال يعلى تي ال سي كده وشي نوت ريسبوندنج ولسه السيرفيس ما فتحش، ساعتها انت مضطر انك انت تكوسرش. واضح يا دكاتره؟ في سؤال؟ يبقى المست ابورشن هنا بيبقى طبعا الاوبشن بتاع هو لازم اعمل تيرمينيشن. ايوه تيرمينيشن ايه؟ ميديكال ولا سيرجيكال؟ لو قبل 12 اسبوع يعني مفيش بونز بعمل سيرجيكال، لو بعد 12 اسبوع يعني في بونز بفضل طبعا ميديكال. بتقعد ميديكال معاها لحد ما تنزل البيبي. لو حصل لك اي كومبليكيشن وايل يو ار جوينج ميديكالي، هو اللي بتضطر انك انت تفتح بطنها. بتعمل ايه؟ على حسب فايبل ولا لا. طب هو احنا قلنا ايه؟ هو انا بتكلم عن مين دلوقتي؟ اتكلم على مين؟ مست ابورشن. ايوه يبقى هفتح اعمل ايه؟ هيستراتومي. ليها اوبشن اخر؟ ليها اي تيرمينولوجي اخر؟ لا انا بتكلم على بيفور فايبلتي اللي هو عند المست ابورشن. دكاتره مهم ان احنا نبقى مركزين، التيرمينولوجيز مهمه قوي. انت لو قلت لي عملت سيزاريان سكشن انا هترجمها في مخي على طول ان البيبي ده فايبل، ما ينفعش تقول لي لا لا بس كان مست ابورشن حصل عندي هنا ايرور، لانه ازاي قلت مست ابورشن وازاي قلت لي سيزاريان سكشن؟ ما ينفعش، ما يمشوش مع بعض، فاهمين ازاي؟ فلازم الحاجات دي تبقى واضحه في ذهننا، لان هو يعني سيزاريان سكشن يبقى بعد الايدج اوف فايبلتي، هيستراتومي يبقى بقى قبل الايدج اوف فايبلتي، وذر ذا بيبي از ليفنج اور ديد. يعني انت لما بتقولي سيزاريان سكشن فور ليفنج بيبي او سيزاريان سكشن فور ديد بيبي، هيستراتومي مش فارق معايا ليفنج ولا ديد، لان هو كده كده ابورتس، هو كده كده اسمه ابورتس. ينفع ينفع. هو السؤال هنا ليه قبل 12 اسبوع ما اديش بروستاجلاندنز عشان تعمل يوتراين كونتراكشن وبرده يحصلها ابورشن بدل ما اخش ان انا اكحتها؟ ممكن نعمل ميديكال ايفاكيوشن. طب ايه الكومبليكيشن ميديكال ايفاكيوشن؟ ان ممكن ما يحصلهاش كومبليت ايفاكيوشن، فاضطر برده بعد ما اديتها البروستاجلاندنز وكده ان انا اخش عشان هي بقت ان كومبليت ابورشن، اخش ان انا اجيب البقايا اللي موجوده. فطالما انك انت كده كده يو ماي دو سكشن ايفاكيوشن، فممكن من الاول خالص اي جو فور سكشن ايفاكيوشن على طول. اوكي احنا بنعرف السؤال هنا يا دكاتره، احنا بنعرف ازاي ان في رامننز جوه الترساوند؟ مش كده؟ لان نعمل التراساوند، التراساوند يقول لي اذا كان اليوترس ده امتي ولا اليوترس ده لسه فيه كونتاكتس. اوكي، وطبعا باي اكزامينشن لو لقيت السيرفكس لسه اوبن يبقى غالبا في كونتاكتس جوه، بتعمل التراساوند تكونفير ان فعلا عندك كونتاكتس جوه. لو لقيت السيرفكس بقى كلوز يبقى غالبا مفيش كونتاكتس جوه، بتعمل التراساوند تكونفير فعلا ان هو امتي. واضح يا دكاتره؟ بروجستيرون دي بروجستيرون يا دكاتره خلاص، لكن دي بروستاجلاندنز ماشي، بي جي اس بروستاجلاندنز لكن بي ار جي ده بروجستيرون ماشي. طيب في حاجه عشان كده بنقول سب كلينيكال يا دكاتره، سب كلينيكال يعني انت بتجو فور لازم ان انا اعمل لها مرتين في الاسبوع مثلا فايبرانجن اند اف دي بيز اند اي ان ار عشان السب كلينيكال، لكن انت مش هتستنى لحد ما تخش منك في كلينيكال دي اي سي او كلينيكال كوريو امينايتس. فاحنا من اول ما تبقى سب كلينيكال يبقى ساعتها بتجو فور ايمرجنسي تيرمينيشن. اوكي، ما احنا مش بنستنى الكلينيكال، بنستنى بنتابع بالسب كلينيكال كومبليكيشن. طب في حاجه احنا ما قلناهاش، احنا قلنا بس الديفينيشن، وقلنا الديفينيشن بتاعه الابورشن عشان ينكلود معانا الثريتند ابورشن انترابشن اوف بريجنسي بيفور ذا ايج اوف فايبلتي، مش لوس اوف بريجنسي، لان لو قلت لوس اوف بريجنسي لوس of pregnancy او termination of pregnancy انا كده مش بانكلود معايا الثريتند ابورشن اللي هو اكتر انواع الابورشنز هتشوفوها هتبقى الثريتند ابورشن. فعشان كده قلنا definition termination or interruption of pregnancy before the age of pregnancy. incidence قلنا 15. ليه الانسيدنس عالي؟ ليه الانسيدنس ابورشن عالي قوي كده؟ وهل كله بيبقى سيمتوماتيك ولا ممكن يباس ان نوتس؟ يباس ان نوتس ازاي؟ ها يعني بقى كومبليت كتير بالظبط كده، جالها الابورشن at the very same time of the missed period او قبلها بيوم بعدها بيوم، فبالتالي شي aborted while she didn't know ان هي كانت pregnant اساسا لان هو نزل كبيريد، فممكن يباس انوتس. عشان كده الانسنس ده عالي قوي بس ممكن يباس انوتس. طب ليه برضو الانسنس عالي؟ هو ايه اللي يخلي ممكن يحصل ابورشن؟ ايه most common cause او etiology of spontaneous abortion؟ ان هي سقط لوحدها، لان 15% ده spontaneous abortion مش induced. السبيرم كان فيه abnormality، هو السبيرم ممكن يبقى فيه abnormality كم في المية؟ 70% بس حد 70% مش السيمن اناليسيس يا دكاتره، ما خدناه ابنورمال اكسبتبل، بنقول عليه نورمال سيمن اناليسيس اكسبتبل لحد 70% ابنورمال فورمز. فلو حصل فيرتلايزيشن من الابنورمال فورم بتاع السبيرم ده
هيعمل لي كروموزوم الانومالي فبالتالي يحصل له ابورشن فيري ايرلي. فيري ايرلي يعني في اول 6 اسابيع او يعني بدري قوي، حتى ممكن يبقى قبل 4 اسابيع قبل ما تعرف اساسا ان هي حامل. فالموست كومن كوز اوف السبونتينيوس ابورشن هو كروموزوم الانومالي، يا اما في السبيرم يا اما في الاوسايت. ما هو برده زي ما في ابنورماليتيز في السبيرم في ابنورماليتيز في الاوسايت. تعالى هذه الابنورماليتي امتى؟ مع السن مش ايجي، لان الكواليتي اوف اوسايت ما هي موجوده بعدد معين حصل لهم ايجي، فبالتالي الكواليتي اوف اوسايت هتبقى اوحش، فبالتالي يعلى الانسنس اوف ابورشن. فالانسنس اوف سبونتينيوس ابورشن كروموزوم الانومالي، عشان كده بتقول لها لما تجيلك بكمبليت ابورشن معلش يا مدام دي حاجه كويسه، ده معنى كده ان البيبي كان فيه تشوهات الحيوان المنوي ده كان فيه مشكله او البويضه فيها مشكله، فكويس ان هو نزل بدري بدري. ايه ده انا عندي يعني بويضاتي وحشه ولا لا؟ ده الطبيعي، ده في نسبه ممكن 50 او اكتر في المية ان هو يبقى فيه ابنورمال سبيرم او اوسايت، فبالتالي عادي ان هو ينزل. كونسلنج كده وريشورنس وبتاع وخلاص. ده الايتيولوجي اوف سبونتينيوس ابورشن. طب ممكن واحده يجيلها على طول ان هي تسقط recurrent pregnancy loss او كان زمان بتقولوا عليه habitual abortion، يعني متعوده ان هو تسقط. امتى اقول عليها habitual abortion او recurrent pregnancy loss؟ هو الاسم الصح هو recurrent pregnancy loss. امتى اقول عليه recurrent pregnancy loss؟ لو اكتر من 3 ورا بعض، مهم قوي كلمه ورا بعض successive. لو اكتر، لو equal او اكتر من، يعني لو سقطت 3 مرات ورا بعض او اكتر من 3 مرات ورا بعض successive، يعني ما ينفعش ان هو ايه ولدت وبعدين سقطت بعدين ولدت بعدين سقطت بعدين ولدت بعدين سقطت، دول 3 مرات هم لا دول مش successive، لازم يبقوا successive ورا بعض. ف 3 successive spontaneous abortions هم دول اللي بقول عليها recurrent pregnancy loss. طب ايه الاسباب اللي ممكن تعملي recurrent pregnancy loss؟ ها luteal phase defect مش كده ولا ايه؟ لو هي unnoted يعني undiagnosed luteal phase defect، مفيش سبورت للبروجستيرون جات لي في threatened abortion وبعدين ما عملتهاش انا سبورت او ما شفتهاش او whatever فسقطت، جت مره ثانيه وبرده سقطت. ف luteal phase defect طبعا تعمل لنا recurrent pregnancy loss في first trimester. ايه كمان؟ سبميوكس مايوما. سبميوكس مايوما ممكن تعملي infertility او recurrent pregnancy loss عشان failure of implantation، لازم طبعا تبقى سبميوكس فاندل مايوما. ايه كمان؟ السيرفيكس ويك او سيرفايكال انكمبتنس، ده اللي recurrent pregnancy loss في انهي trimester؟ في السكن. فاحنا دلوقتي لازم recurrent pregnancy loss لازم نفرق هو first trimesteric ولا second trimesteric، لان اسباب الفيرست trimesteric ان هو يحصل recurrent pregnancy loss في الفيرست trimester مش هي نفسها نفس الاسباب بتاعه السكن trimester. عشان كده لازم اعرف هو recurrent pregnancy loss ده بيحصل في انهي trimester، اول 12 اسبوع ولا من 12 لكام اسبوع؟ 24، لان بعد 24 ده viable ما قلتش عليه اول. فانا عايز اعرف هو recurrent pregnancy loss ده بيحصل في اول 12 اسبوع ولا recurrent pregnancy loss بيحصل من 12 ل 24 اسبوع. لو بيحصل في الفيرست ترامستر انت قلتوا زي ما قلتوا كده الايتيولوجي ممكن يبقى اليوتيل فيز ديفكت، ممكن يبقى اناماليز او اناتوميكال ديفكتس موجوده في اليوريتراين كافيتي زي مثلا سب ميوكس مايوما الترين سبتم، يعني في ابنورماليتي موجوده جوه اليوترس. كويس. ايه كمان؟ ممكن يبقى ميديكال او في سبب شهير قوي دلوقتي احنا بنشوفه يا دكاتره، في حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم. حد سمع عن القصه دي؟ انتي فوسفوليبيد سيندروم او لوبس انتي كواجولانت عالي مثلا، دول زي انتي بوديز بتبقى موجوده في الجسم. هو يمكن بقينا نسمع عنهم لان بنعمل انفستيجيشن ليهم فبيبقوا دايجنوز، كانوا قبل كده اندر دايجنوز لان ما كناش عارفين انه في سبب اسمه انتي فوسفوليبيد سيندروم. انتي فوسفوليبيد سيندروم دول بيبقوا انتي بوديز موجودين في الجسم بيبقوا موجودين وقت البريجنسي، فوقت البريجنسي تيجي الانتي بوديز دي تبلوك البلاد سبلاي اللي رايح للبيبي. كويس. سواء كان لسه قبل 12 اسبوع او بعد كده فممكن هو يحصل له زي ميست ابورشن او انترايترين فيتال ديث، دول الانتي فوسفوليبيد سيندروم. طب علاج الانتي فوسفوليبيد سيندروم هيبقى ايه؟ عايزه ادوب الانتي بوديز دي وازق بلاد سبلاي اكتر للبيبي، يعني ادي حاجه انه ادوب هذه بلاد سبلاي. كويس. واعمل مور بيرفيوجن للبلاد اللي رايح للبيبي. زي ايه؟ ايه اللي ممكن بيعمل حاجه انتي كواجوليشن لان هو زي انتي بوديز او بتعمل كواجوليشن، فايه الانتي كواجولنت اللي انا ممكن ادي؟ ممكن من الاول ادي اسبرين كبروفيلاكتيك وممكن تضطر ان هي تمشي على لو موليكولر ويت هابرين كليكسان او تمشي على هابرين نفسه، وهنعرف في بعد كده هل الهابرين احسن ولا الكليكسان او اللو موليكولر ويت. فالاسباب اللي ممكن تعمل لنا سبونتينيوس سوري ريكيرنت بريجنسي لوس في الفيرست ترامستر يا اما انتي فوسفوليبيد سيندروم والتريتمنت بتاعه اللي هو اديها انتي كواجولنت، بس هيبقى اول ثرو بريجنسي يعني تقعد تاخد حقنه سبكوتينيوس كليكسان كل يوم كل يوم مده 9 شهور. خلاص. فده لو هي عندها انتي فوسفوليبيد. طب لو عندها يوتراين سبتم او سبميوكس مايوما
بشيلها تريتمنت اوف جوزي، يا اما ريسكشن هيستروسكوبيك ريسكشن اوف ريسبتور، يا اما هيستروسكوبيك مايمكتومي بشيلها. طيب لو عندها ليوتيل فيز ديفكت ادي لها بروجستيرون سبورت في الفيرست سيمستر، فهو الفيرست سيمستريك اللي كان بريجننسي لوس هيبقى تريتمنت اوف جوز على حسب الكوز بتاعنا هو ايه. طب السكند تريمستر ايه اشهر اسباب تعمل لي سكند تريمستريك اللي كان بريجننسي لوس؟ هو السيرفايكال انكومبتنس اللي هو يعني ويك سيرفيكس، ويك سيرفيكس يعني السيرفيكس ده ضعيف، فده يعمل لي سكند ترامستر، ما يعمليش فيرست ترامستر ابدا، يعمل لي سكند ترامستر. ليه يعمل لي سكند ترامستر؟ ليه ما يعملش فيرست ترامستر؟ لانه السيرفيكس ده ويك. ايوه ويك يعني ايه؟ يعني مش قادر يتحمل الويت بتاع البيبي. امتى البيبي يبقى له ويت او يبقى كبير؟ عند السكند ترامستر، بعد ما يبقى فيه بونز وكده. لكن قبل كده حتى لو السيرفيكس ده يعني ما هو ايه اللي هيخليه ينزل؟ فبالتالي لو السيرفيكس بتاعها ده يعني ويك وبيبقى شويه هو دايليتد، هيبقى عندها سيفير بين وهي بتابورت؟ لا. لا، لانه اصلا هو ممكن ينزل بمينيمال بين، بينلس او مينيمال بين، يعني السيرفايكال انكمبتنس هتجيلك مينيمال بين وينزل البيبي. البيبي هيبقى ليفنج ولا ديد؟ ها لما ينزل البيبي غالبا يعني ليفنج. ليفنج مفيش حاجه تسبب ان هو يبقى ديد، ما هو ليفنج. ده بريجننسي عادي خالص زي الفل، بس مش قادر السيرفيكس يسابورت هذا النورمال بريجننسي، فبالتالي ممكن قوي ان هو يبقى بينلس ليفنج فيتس هو اللي نزل، ويبقى preceded by rupture of membranes، لان طالما السيرفكس فتح ممكن قوي يحصل rupture of membranes، فيبقى قبلها زي premature rupture of membranes from اللي هي premature rupture of membranes والسيرفكس فتح والبيبي نزل. هدايجنوزه ازاي؟ by history ان هي بيجيلها recurrent pregnancy loss في السكند ترامستر، او حصل لها قبل كده pregnancy loss في السكند ترامستر مش في الفيرست ترامستر. ايوه confirms ده بقى بي في هتوريني طول السيرفكس والانر تو انر دايامتر ان السيرفكس مفتوح، والبي في ده هيبقى during pregnancy ولا during ولا in between pregnancies. والبي في ده لو لقيت ان السيرفكس مفتوح هقدر ان انا اعمل لها مانجمنت؟ ما كل دي اسئله لازم تجاوبوا عليها قبل ما تقولوا لي هتدايجنوزه ازاي. فانت اولا انت هدفك من الدايجنوزس انك انت تمنتين او تسترنثن هذا السيرفكس عشان يقدر ان هو يسبورت ال pregnancy. ايوه هعرف منين ان السيرفكس ده ضعيف او ان السيرفكس ده صغير او السيرفكس ده محتاج سترينثنينج؟ اعمل ايه؟ اعمله ايه؟ تحمله ويت مثلا حاجه، يعني ان انا احمل اليوترس بقى، يعني هدخل ويت جوه اليوترس؟ ها فلويد ممكن بالهيستروس على البنجوجرافي يبان لي ان هو فانلينج او ان هو مفتوح شويه السيرفكس ممكن. طب ده دي انفستيجيشن ديورينج بريجننسي ولا ان بتوين بريجننسي؟ بتوين طبعا، هدخل صبغه واصور عيل يعني ان بتوين بريجننسي. طب ديورينج بريجننسي ما انا عايزه اساسا اعالجها ديورينج بريجننسي، لان انا لو هعمل اي حاجه انا عايزه ترانسن السيرفكس ده على طول ولا ديورينج بريجننسي؟ ديورينج بريجننسي هو المشكله عندي ديورينج بريجننسي. طب يبقى كده بالتالي اعمل لها ايه ديورينج بريجننسي؟ الفراساوند مش كده ولا ايه يا دكتوره؟ هبص على ايه بالالفراساوند؟ هبص على ايه بالالفراساوند يا دكتوره؟ على ثيكنس ولا ايه؟ الكنال بالظبط كده، اللانس، اللانس بتاع السيرفكس. تعالوا نشوف كده ده راس البيبي وده السيرفايكال كنال وده ميه كويس. المفروض ان انا بقيس السيرفايكال لانس، السيرفايكال لانس المفروض السيرفايكال لانس دي تبقى 3.5 سنتي. لو لقيتها اقل من 2.5 سنتي وده كات اوف فاليو مهم. لو لقيتها اقل من 2.5 سنتي يعني بقيس السيرفايكال لانس دي، لقيت ان السيرفايكال لانس اقل من 2.5 سنتي ده بيدايجنوز انكومبتنت اسمس او ان السيرفيس ده ضعيف او السيرفيس ده ويك. ليه ويك؟ لانه ابتدى يبقى تيكن اب، ابتدى يبقى تيكن اب فهو ويك سيرفيس. فبالتالي اعمل لها ايه لو لقيت المنظر ده؟ هي حامل ولا مش حامل؟ حامل. اعمل لها ايه؟ سوتشر، يعني احاول ان انا اقوي هذا السيرفيس كويس بان انا بعمل سوتشر. بعمل سوتشر فين؟ سوتشر فين؟ ما هو ده السيرفيس. اعملها سوتشر فين؟ اللاين اللي تحت ده ولا اللاين اللي في النص ولا اللاين اللي فوق؟ هو ايه الفرق الاول عشان نبقى عارفين نختار ايه؟ اللاين اللي تحت ده ده في الفورشو فاجينالس. فالبورشو فاجينالس احنا عارفين ان السيرفكس فيه بورشو فاجينالس وسوبر فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس، فاللاين اللي تحت ده في البورشو فاجينالس. ايوه يعني الاكسس بتاعنا هيبقى فين؟ في الفاجينا. يعني ان انا هقعد على كاتم بوزيشن بيند طبعا وكده دي عمليه، وان انا اخيط في البورشو فاجينالس. اخيط ازاي في البورشو فاجينالس؟ زي الفيرست سترينج، بخش كده بايت واطلع بايت واطلع عشان في الاخر تعمل لي فيرست سترينج. عارفين الفيرست سترينج؟ انا مش فاهمه ازاي دايما ما بتبقوش عارفين الفيرست سترينج.
قوي السيرفكس اللي تحت. فبعمل ايه؟ بخش بغرزه واطلع غرزه واطلع، وبعدين في الاخر اروح قافله على الغرزه كده. فعملت لي ده اسمه فيرست ثينج. اسمه ايه بقى الفيرست ثينج؟ ايوه يعني انا لما اجي اشرحه تاني، لان انا كل سنه بيحصل كده، يعني اقول عليه ايه؟ اكشكش. يعني انا بدخل الابره كويس اربع بايتس عشان ارجع في نفس المكان تاني واروح قافلاهم بقى ده، فيكشكش فبالتالي يقفل على السيرفكس. فانا كده عملت فيرست ثينج. فبعمل فيرست ثينج كويس اللي هم الفور بايتس دول، او بنقول عليها سيرفايكل سيركلاج، لان ات از سيرفايكل سيركلاج. انا عملت سيركلاج في السيرفكس فاسمه سيرفايكل سيركلاج، اللي هو اللي على الليفل اللي تحت ده هو ده اللي احنا بنعمله، واسمه ماكدونالد سيركلاج. ماكدونالد اسمه صح، اسمه ماكدونالد سيركلاج. خلاص. طب افرض ان هي كانت الست دي عامله فادر جيل اوبريشن. احنا ما سمعناش عن فادر جيل اوبريشن، مانشستر اوبريشن قبل كده، اللي هي فيها ايه؟ اللي هي فيها امبيوتيشن اوف ذا سيرفكس. فالسيرفكس ده اسر، او كنا عاملين كونايزيشن او كرايو او كده، فالسيرفكس ده قصير لوحده. فبالتالي انا ما عنديش بوشو فاجينالز قوي او بوشو فاجينالز صغير، فساعتها ممكن ان انا اعمل ديسكشن اليمين البلادر اطلعها فوق عشان اخيط برده ثرو ذا فاجينال روت، واعمل حاجه ثانيه اوبريشن اسمها شيروكار اوبريشن. ات ستيل ا فاجينال بروسيجر، بس بعد ما عملنا ديسكشن لليورين البلادر فوق عشان اقدر ان انا اطلع فوق. طب افرض ان انا مش شايفه خالص بوشو فاجينالز، ده اصلا السيرفكس فلاشينج مع الفاجينا، السيرفكس فلاشينج مع الفورنكس بتاع الفاجينا، هعمل السيركلاج ازاي؟ هو كلهم سيركلاج، سواء ماكدونالدز سيركلاج او شيروكار سيركلاج. بالظبط. هضطر ان انا اعملها ابدومينال سيركلاج، هضطر ان انا افتح بطنها عشان يعني اشوف ده اليوترس وهو ده السيرفكس، فاعمل الاربعه بايتس دول اللي احنا قلنا عليهم بس ثرو الابدومينال روت، فابدومينال سيركلاج. تفتكروا انهي اكتر واحد بنعمله؟ انهي فاجينا؟ ما انا عندي اثنين فاجينا هنا، انا عندي ماكدونالدز وعندي شيروكار، الاثنين دول فاجينا، وعندي واحد ابدومينال. تفتكروا اكتر واحد بيتعمل انهي؟ الماكدونالدز. بالظبط كده. يعني انا شفت مليون يعني ماكدونالدز كتير قوي، شفت شيروكار مرتين وما شفتش ابدومينال. يعني انتم متخيلين الانسنس؟ طبعا باي فار هو الماكدونالدز هو ده اللي احنا بنعمله، وده بيبقى تريكي. لو هتعملوا سيركلاج للعيانه تفضلوا تعملوه عند كام اسبوع يا دكاتره؟ وليه؟ طبعا كام اسبوع وليه؟ يعني دلوقتي انا عارفه انا اي دايجنوز هير اس ان هي عندها سيرفايكال انكونتنس، وعارفين سيرفايكال انكونتنس دي محتاجه سيرفايكال سيركلاج، وهي حتى في الحمل اللي فات عملت سيرفايكال سيركلاج. فهي جايه لي بتقول لي يا دكتوره انا حامل، انا عملت فينا ستة بوزيتيف. طب انت حامل دلوقتي قد ايه؟ قالت لي لاست مانشن بيريد، لقيت حامل مثلا 6 اسابيع. طب احنا محتاجين نعمل سيركلاج ده. طب يلا نعمل السيركلاج، لان انا قلقانه قوي على العيال. لا في السكند ترايمستر عشان يبقى اعمله لها امتى؟ في السكند ترايمستر، يعني لما تسقط اول as soon as possible. ليه مش as soon as possible؟ ها هو ايه most common cause of abortion؟ spontaneous abortion اللي هو بيحصل في الفيرست ترايمستر. كروموزوم الانوميلز. ايه ايش دراني ان اللي جوه ده ما فيهوش كروموزوم الانوميلز؟ كان كده كده هيني هقفل على بيبي فيه كروموزوم الانوميلز، لازم استنى، لازم استنى اللي هو 8 9 اسابيع 10 اسابيع لحد ما اطمن ان البيبي ده از جوينج ويل. فبالتالي بعمل السيرفايكال سيركلاج ده عنده من 11 ل 13 اسبوع عشان اكونفيرم ان هو ما عنديش كروموزوم الانوميلي في البيبي، وفي نفس الوقت بقى ما اعملوش وهو بقى في السكند ترامستر اللي هو طلع اليوترس بقى ابدومين الاورجن وانا مش هعرف اطوله فاجينال. فعشان كده ما بنعملوش بعد كده، يعني عند 16 وكده هيبقى صعب قوي لان اليوترس هيبقى ابدومين الاورجن. فهو الاوبتيمم انك تعمل السيرفايكال سيركلاج او الماكدونالد سيركلاج ده عند يعني 11 ل 13 اسبوع اللي هو باي ذا اند اوف ذا فيرست ترامستر، تبقى اطمنت ان البيبي ما فيهوش كروموزوم الانوميلز، وفي نفس الوقت اليوترس ما بقاش ابدومين الاورجن، فيبقى عندك اكسس انك انت تعمله فاجينال. في سؤال هنا؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في الانيبيتور ابورشن؟ اقدر اعمل معاه سيركلاج؟ لا ما اقدرش. ليه؟ لان هو مش ويكنس في السيرفكس، هو سيرفكس سترونج وفيري وكل حاجه. هي المشكله ان ابتدى يحصل الفيزيولوجيكال دايلاتيشن. وانس ان هو الفيزيولوجيكال دايلاتيشن ده ابتدى يحصل هتاخدوه في الاكتف ليبر، ما اقدرش ان انا استقف خالص. ولا لانك حتى لو خدت الغرز دي هتلاقي السيرفكس برده بيكمل دايلاتيشن وايل انك انت حاطط غرز، فيحصل لك سيرفايكال لاسريشن سيرفايكال تيرس. افندم؟ يكمل لحد 10 سم. الدايلاتيشن دي يعني ميكانيكال دايلاتيشن، يعني اكتين ومايوسين ومش عارف كالسيوم انفلكس وكده، ده بروسيس اوف كونتراكشن. فانت ما تقدرش انك انت توقفه وانس ان هو ابتدى يحصل. ممكن توقفه لو لسه في البدايه قوي، لكن وانس ان هو وصل لح...
contractions والcervix be complete اللي هو الدايلاتيشن ما تقدرش انك انت توقف. ما هو نفس القصه لان هو هذه الكونتراكشن بتسيبريت وبتعملها سيرفايكال دايلاتيشن ات ذا سيم تايم، يعني بيحصل الاثنين دول مع بعض. فعشان كده سيرفايكال سيركاج ما نقدرش احنا نستخدمه عشان التريتمنت بتاع الانفيتيف ابورشن، لان ده ات از ان اكتيفلي دايليتنج سيرفيكس. لكن ده اكتيفلي دايليتنج سيرفيكس السيرفايكال انكمبتنس، لا ده باسيف سيرفيكس ولا في كونتراكشن ولا في اي حاجه، هو باسيف سيرفيكس. فالباسيف سيرفيكس تقدر انك انت تعمل عليه السيرفايكال سيركلاج، لكن الاكتيفلي دايليتنج سيرفيكس ده ما تقدرش تعمل عليه سيرفايكال سيركلاج. هنفكوا امتى بقى؟ ما هو ده السؤال اللي كنا عايزين نعرفه. يعني انت عملت لها سيرفايكال سيركلاج عند 12 اسبوع ولا 13 اسبوع؟ هي يا مدام ايوه هفضل بالسيركلاج ده على طول يا دكتوره ولا هعمل ايه؟ اما تيجي تولد يعني هتفكوا امتى؟ يعني لما يجي لها ليبر بينز ولا عند 36 اسبوع ولا ايه بالظبط؟ اما يجي لها ليبر بينز، اما يجي لها، بس اول ما يجي لها ليبر بينز لازم تجي لك، لان لو حصل لها ليبر بينز وهي قاعده في بيتها ومش عايزه تيجي طبعا ممكن يحصل رابتشر للسيركلاج وتاخد في السيرفكس وكده. طب هتولدها فاجينال ولا ابداع ولا سيزاريان؟ لا ده هو اصلا دايليتد فاجينال وسهله، يعني انت اول ما تفك السيركلاج هتلاقي العيل نزل، فطبعا فاجينال فاجينال. اوكي في سؤال يا دكاتره؟ رب هو ده ربط على الجنة.